très très joli final, Fallout, excellent, très très bien joué par la foule.
Donc, bonjour les amis, Makam Abdrahim Mouloubi. Cette fois-ci, ma la première demi-finale. Donc, les Rats Jmama bin Ilyas Al-Qadiri et Abdrahim Bendoro. Donc, les deux joueurs, les deux défis spéciaux, le Barh. Chenal, la première session, les Kenfer Bendoro, Djawad Thabit, les Salat Blabel, un défi historique, bien sûr. Ou Chenal, le match d'Ilyas de Tariq Al-Misawi, qui m'a mis le Barh, le clash des influenceurs. Tu vois que Ilyas a un niveau zouin. وتمكن بانه يدوز لا دومي فينال باش يواجه البطل الكبير عبد الرحيم بن دورو. دونك انا جو في ابيل عبد الرحيم بن دورو و الياس القديري. سي عبد الرحيم صباح الخير، جيسبيغ كو فوزالي بيان. بيان سور اليوم غتلعب ضد ان جوغ سبيسيال الياس. دونك الياس مؤخرا شفنا ان ديفلوبمون في لو نيفو ديالو، بيان سور بدينا كنشوفوه في لي زيفينمون في لي تورنوا، بدا تيعطينا ان نيفو لي زوين. كي تيبان لك لو ماتش ضد الياس، خصوصا وانت تلعب انت وياه في لاغين ديال السانتوري؟ السلام عليكم، صباح الخير لي زامي. بالنسبه لهذا الماتش هذا غيكون سبيسيال بالنسبه لكونتر الياس. ديما الميكروب مولف بالاذاعه مول عندك منه. ماشي مشكل. قلت لك بالنسبه لهذا الماتش هذا غيكون سبيسيال كونتر الياس، بويسكو هو حافظ لا طابل هذه، هو نورمالمون كيتريني هنايا مؤخرا، ولينا كنشوفوا النيفو ديالو ديفلوبا في هذا لا طابل. تيقول لك لا راه زعما تاكدوا بهذا. لا تبارك الله عليه، بالنسبه مؤخرا الياس شفنا واحد ديفلوبمون في النيفو ديالو تبارك الله ملحوظ، ونتمنى ان شاء الله يكون هاد الديفي زوين، نتعو المشاهدين كما موالفين. كما قلنا البارح عاوتاني كما كان الديفي ديالي كونتر جواد ثابت كان ديفي زوين تبارك الله، ونتمناو ديما الاحسن. هذا هو الهدف من هادشي كامل، هو الفرجه اللي تكون زوينه في الاخر، وان شاء الله يكون نيفو زوين. ميرسي، شكرا. ميرسي بوكو خويا عبد الرحيم. الياس اليوم تلعب ضد بطل كبير، اللي ربح البارح بطل كبير بيان سور، وعطانا ان نيفو اللي تبارك الله واعر. دونك جو سي كو راك وجدتي راسك، ترينيتي شي شويه والو. دونك دونك الياس، كيبان لك لو ديفي ضد عبد الرحيم بندور؟ السلام عليكم، شكرا اخويا عبد الرحيم على كلمات لي زوينين، شكرا سي ايوب على هاد شنو نقول له، اشو كيشوف فيا دابا كيسينيش غنقول تبارك ايوب في الاخراج بحال اللي قلتي تبارك الله عليه. حتى هو ديفي ضد عبد الرحيم، دابا عبد الرحيم تيشكر فيا فهمتي، باش هذاك اللي تيبقى يشكر فيك في الاخر تدخل ما تعقلش عليك هو هذا عبد الرحيم. لا صراحه تبارك الله على عبد الرحيم بن دورو اللي شرفنا في العديد من المناسبات اللي كانوا دوليه، بحال مؤخرا في اكادير اللقطات ديالو اللي مشهورين تبارك الله عليه. حتى الديفي ديال البارح هو اللي كان موتيفانا انا وطارق باش دخلنا ولعبنا بواحد النيفو لي زوين. دونك ان شاء الله غادي يكون ديفي زوين، و عبد الرحيم غاني. دونك لي زامي جو سويت بون كوراج لي زامي، نخليكم على لا بروميير دومي فينال، ان شاء الله نعاود نرجع لكم ابخي لا فان. دونك كان معكم عبد الرحيم والبي، اي ا توت الوغ. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. هذاك دابا طفي، خلي انا وديك راه حيد ديك الفوق سبعا نحيدها.
دونك لي زامي صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معنا سانتوري كلوب. دونك هاد لي ماتش هذا اللي غادي يجمع دو كون جوار الياس قديري عبد الرحيم بن دورو في سانتوري جيست تورنمنت. دونك ديفي ان شاء الله غادي يكون لو بخومي اغيفي ا 13 الريغلومون لانترناسيونال رولز. دونك لاربيت ديال المقابله عزيز احربي زيدان. كنرحب كاع الناس اللي حاضرين معنا وكيتفرجوا معنا في هذا لو ماتش وفي هذا لو لايف. نتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه. دونك دار تيراج على بون ديجا لا بروميير كاس غادي تكون عند الياس قديري. دونك تسافوت يقولنا 13 8. الله يحفظك لي اخي محمد صامبا. خويا سعد الدحماني ايوب اخويا موجود كاين حدايا، بغيتي نعطيو الميكرو اخويا نعطيو ليه با سوسي. صباح النور خويا محمد علي، الله يرجع لك مول القوة ماشي مشى. موجود موجود الدراري كلهم كاينين اخويا، كاين ايوب كاين عبد الرحيم كلشي كاين. دونك نبداو على بركة الله الدراري لو ديفي ديالنا بيان سور لا ديمي فينال دي سانتوري جيست تورنمنت لا بروميير كاس الياس قدري. عبد الرحمن قال لي هادو بجوج ما يمكنش. ما يمكنش اخويا لحقاش ديجا هو كومونطا البارح ديكو غادي يكون عنده شويه العيا سو هو راه حدايا نيت وشاد لو سكور اون ميم طون. دونك غادي يكون معكم ان شاء الله سيغمون في لا فينال. دونك لا كاس عند الياس قادري لا بروميير كاس. دونك نسول الدراري بيان سور ابخ لا كاس نطيح فيها بوشون الياس لا كاس الاولى. دونك الياس كيطيح بوشون في لاكاس لا ريبريزونسيون عند عبد الرحيم بن دورو اللي غادي يبدا بو لا بول ميليو. دونك كيكونفيرمي هنايا لي روج عبد الرحيم بن دورو. او بن دورو كيغاطي الميليو عبد الرحيم. دونك الياس قادري خمسة ديال لي جون في لاطابل عندو المشاكل في لي جون شوية عندو لاجون ليميت الفوق وسط لابوند. دونك الياس دورو كيغاطي الدراري كيغاطيو بجوج في الاول ديال الديفي تبعهم ديفي ماراطوني بيان سور ديفي ولا 13. دونك هنا الوقت ديال الاغلاط خويا صلاح الدين لفيف تحياتي. عبد الغني قال لي نقدروا نشوفوا 13 لزيرو صعيب صعيب بزاف اخي عبد الغني هي تقدر تشوفها مي صعيب. دونك هنا الغاطين على لي جوغ دونك الدراري الله كيفيقو الله كيديماريو لا عبد الرحيم لا الياس. دونك خويا بالنسبة للبري خويا كاين ان سول بري هو ديال لو غانيون اللي هو 10000 درهم 10000 درهم.
بندور عبد الرحيم كيخرج لوفون تحت اضوات هنا يدفع كوم سا باش يبقى للميليو، غادي يبقى عنده ان بروبليم في لا بلاس لا روج اللي قريبه لينا اللي حدا لا جون فيو كو ما دايزاش او فون تحت اغوش، دونك خاصو يتغ بلاصة لها في ان اوتر ترو اللي هو او فون تحت اضوات سينون الميليو. تري بيان جو عبد الرحيم، دونك هنا كريا ان اونجل باش يطيح الميليو اغوش وفي نفس الوقت يمشي فيغ لا غوش باش يبقى لا ديغني غوش او فون تحت على اليمن. دونك من دورك يخرج بارفي لا ديغني غوش ام تي غيترو هنا باش يبقى لا نوار ميليو. جو عبد الرحيم لا نوار ديال واحد الزيرو بوغ عبد الرحيم بن ضرور كياخد لافونتاج في هاد لو ديبي هذا وفي هاد لا ديبي فينال. دونك مرحبا بكاع الناس اللي التحقوا بينا وحاضرين معنا في هاد لو ديبي وفي هاد لا ديبي فينال. بيان سور لا دوزيام ديبي فينال غتكون بريفي تكون 15 من غير لا كان ام تي ديكالاج في هاد لو ديبي هذا وتعطلات تعطلات الماتش غيكون واحد ديبوردمون خفيف. دونك لا دوزيام ديبي فينال عام الرياض حسام شيكو لا تكون بيان سور حتى هي لايف. دونك ان زيرو ديال عبد الرحيم بندورو هاكي بان لك اخويا محمد دجان قال لي بندورو ما يفوتش فين الساعه مازال الياسي اكتيفي. صراحة الياس تفرج في كيلكو زعما لقطات البارح في الماتش ديالو كونتر طارق المساوي لعب مزيان صراحة لا بال كان تري بون نيفو. دونك دوزيام فريم لاكاس عبد الرحيم بندور عبد الرحمن ازيد قال لي ربح الياس واش سوربريز؟ هي ماشي سوربريز ولكن فيو ليكسبيريونس بيان سور عبد الرحيم بندورو على الورق نقول عبد الرحيم بندورو رابح، مي الا ربح الياس ما تكونش اون سوربريز مي غادي تكون غيكون صراحه انجاز بالنسبه لالياس انه ربح بطل كبير و سورتو في دومي فينال ماشي في بريمي تور ولا دومي فينال ديال تورنوا فيها غا الاباطره ماشي كاع الاباطره كاينين مي تمنية ديال الناس من الاباطره ديال البيار في المغرب جوج ديال الانفلونسور اللي هما الياس قادري و طارق مساوي وزيد عليهم بيان سور سته ديال اللعابه كبار اللي هما جواد ثابت عمر رياض عبد الاله السفوت حسام شيكو وعبد الرحيم بندورو وعماد الحسيني اللي لعب في اخر لحظه على بلاص ديال رفيق هرموش اللي تعذر لي انه يكون مشارك معنا. حنا بندورو دابا ندورو باقي عنده مشكل في لاغوش اللي كاين اونتخ لي دو جون قريبه لينا. قلنا عبد الرحمن قالنا انا تايق في الياس غيربح بابا اخويا عبد الرحمن ازد دونك سول الناس اللي حاضرين معنا الدراري على البرونوستيك ديال هاد الماتش بان غادي يكون ايكار كبير غيكون ديفيسيغي وشحال غادي يسالي لو سكور بالضبط. شوف الاجواء ديال الناس اللي حاضرين معنا وصراحه دي في ا 13 صعيب البرونوستيك ديال دي في ا 13 صعيب بزاف على دي في ا 7 ولا ا 8. دونك شوفوا هنا الديغاجمون ديال بندور ابخي الميليو او لا 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 ما بغيتش يبقى تيز لا لا جون كاينه في الترو دونك لا جون كاينه في الترو هنا نشوفوا بندور شنو غادي يدير حتى لا غوج ابارامون ما دايزاش كامله. ميرسي ايوب اللي عطانا لونغ لوج ديز على روج ولا لا لعب دو بلون بوز زعما يا صراحه لعبها مزيان مي فيو كو الصفرا كانت خارجه شويه على الترو الحمراء عكزات باش طيح
دونك بقات واقفه في الترو ديال لوفون تحت اكوش. دونك لافونتاج توجور عند بندورو، سورتو ان ايدياس انا ما عندوش باش يبدا الميليو تراجيكتوار امباكتي بلا نواغ. دونك لي زوطخ جون حتى شي وحده فيهم ما دايزا طايحه. دونك هنا كاينه لا ديفيكولتي عند الياس القادري، لا طاب ما عليه غير يطونتي ان كو ديفونسيف و فريمون خصو يلعب ان سنوك لي مقتول. سنوك لي ما يخليش عبد الرحيم شي باندا سهله. دونك محمد دونك يجيو لي ريسكور عند الدراري. زعما قالنا فينال عامر بندور لي غانيون سي عامر، هذا برونوستيك جلوبال. جانا من الاخر حمزة اللي هو داير زحام. اي مران قلنا الياس باغاني اتمان هدول، قلنا 13 7 ديال الياس قديري، 13 5 بندورو شعيب، مش 13 5 بندورو محمد، 13 11 الياس، باس بندورو. صراحه كاين دراري كيقولوا بندورو، كاين دراري كيقولوا الياس، ديكو نقدروا نقولوا طابخي لي برونوستيك 50 50 بندورو والياس قادر 50% 50%. هنايا عبد الرحيم بندورو مسنوكي توتالمون على لاغوج ديالو، حتى الباندا ما ساهلاش، صار بوند ما سهلاش هاد بندورو. غيلعب حنا دو بوند، واحد جوج وط يقيس لا جون افون لا روج. وط هنا عند الياس قديري بيان ما حتى بشوف المبغى في لاطابل. نشوف هنا الياس شنو غادي ابليكي كوم ايدي، واش غادي يدخل على دوبل اون بوش، واش غادي يطيح الحمراء ديال بندورو ميم طون يحاول انه يسنوكيه على لا نواغ وراس الصفرا اللي حدا يدو، طيح دوبل اون بوش. تخي بيان جوي خويا طه، موجودة حبيبي والله الا كاين. البارح اخويا ما كنتش معاكم، كان عندي ان اوبيسمون داكشي علاش ما قدرتش نجي للقنيطرة، مي اليوم ان شاء الله نكون معكم في دي ماتش، نكون معكم في دي دومي فينال. دونك الياس قديري ما بقاش عنده هنايا فين رجع بندور ولا طاب، تخوا جون كيما كنقولو عليهم ا بي سي. بونجور خويا محمد عبد الرحمن، قلنا 13 12 ديال الياس الماتش يسير بلابيل، عرفتي مشى الماتش لابيل راه غيكون ماتش زوين صراحة. ليكزام ديال الماتش ديال بندورو هو التابيت البارح اللي سالته هو بأون بال، الماتش اللي كان زوين زوين بزاف. دونك هنايا الياس لا ديغنيغ جون، هنا واش فراني بوجون ولا ضرب في لابوند؟ كضرب في لابوند كيخرج 7 8 هنا الياس. تخي بيان جوي مرتاح. دونك الياس لانوار ديال واحد لواحد، الناس حاط 13 لزيرو، حيدوا لي كومونتير ديالكم ان باغتو. دونك هنايا دابخي لو سونداج لي مديو في اللايف، عندنا 66% ديال الناس كيقولوا بلي عبد الرحيم بندور هو اللي غادي يربح، و 34% ديال الناس كيقولوا الياس قديري هو اللي غادي يربح. دونك هنايا نقدر نقولو بندورو فافوري، بندورو فافوري. عبد الرحيم البطل الكبير بيان سور، واحد اللاعبين مثل المنتخب الوطني با مال الياس قديري نوتر انفلونسور نوتر شامبيون لي غادي كاسي في لا تخوازيام بارتي لا تخوازيام كاس. الياس توبريك ويا وليد الله يحفظك ليا اخي وليد سلامي، تحيه كبيره. 13 7 ديال بندورو حمزه بن يمين، انا ما قلتش 13 10 و 10 5. احمد قلنا بغينا نشوفو قاضي ري كونتر عامر،
لعبوا الصباح اخويا، ولكن ما لعبوش لايف. انا شفتهم سالوا بلا بين الصباح، دونك لعبوا اطروا 5 ديال لي بارتي فيهم 4 ديال لي فير. ماتش خصو يكون لايف هاد الماتش هذا. دونك عندنا انكو ديفونسيف عند الياس قديري. خويا مربح حتى واحد اخي عادي، وصلوا للانوار ما يلعبوها باندا، بقاو كيلعبوا في الباندا تزقلوهم كاملين وما يطيحوها في الدنيا. داروا الخاطر بعضياتهم الياس وعامر. الياس لاعب وجاري معانا. دونك هنا دو كو ديفونسيف طافيلي، واحد من الياس واحد من عبد الرحيم بندورو. مرحبا اخي سفيان، دابا اخويا غيتكلف ايوب ايمودي فيها. كنتو سادين امتى اخي مهدي؟ امتى جيتي اخويا؟ غتكون جيتي في الفجر ولا شي حاجه ولا بعد 8؟ الكلوب كيحل واقيلا مع 10، 10 كيحل الكلوب. تخرجوا عند عبد الرحيم بن نور اللي كاين في لاطابل، وعند الغوص هنا يطيح اوفون فوق اضغوط بين جو بن نور، يطيح اضغوط في لو ميم ترو يمشي دافع اضغوط كومسا باش يبقى الاوفون فوق اكوش. عبد الرحيم عنده نفس البروبليم اللي كان عنده في لاطابل قبيله، اللي هو الحمراء اونتر لي دو روج. الطرح اللي فات كانت صفراء اونتر دو، كانت بلوتو صفراء اونتر دو روج، دابا حمراء اونتر دو جون. خاصو ضرورة ان ديغاج مو عاوتاني. اي 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 بندورو بندورو كي غادي. احمد قلنا البارح عامر كونتر حسيني تبارك الله ما تسقاش تخرج من اللايف. مرحبا اخي محمد. دونك هنايا الياس قديري كيشوف لابي لي لي امبوشابل عنده بيان سور لي ديزا ساهلة، دونك يحاول انه يستر الصفرا عند الحمراء اوف من فوق او لا اوف من فوق اضغوط. هنا لي ديال كانت تدو انه يطيح الحمراء ديال بندورو وما يخليش لي اون غوج ديزا ساهلة. ايدي زوينة مي متأبليكاتش مزيان عند الياس قديري. دونك شوفو عبد الرحيم بندورو حنا شكون يلعب انكو ديفونسيف، حاول يخرج الحمراء ديالو تولي دايزة طايحة تخي بيان جوي، وفي نفس الوقت ما يعطيش الياس قادري اون جون فاسيل اون بوش. دونك هادشي اللي دار عبد الرحيم هنايا، خلى الياس صفراء دايزة ميليو مي قاصحة قاصحة صراحة، من غير لا الا بانت ليه كوريكسيون. الكوريكسيون صعيبة صراحة، خلى ليه بوشون صعيب هنايا. غادي نشوفو الياس شنو غي ابليكي في هاد لوكو هذا. زكريا الوجي قال لي نورمالمون الياس فاش كيلعب مع الدراري كاليبر طالع راه كيكون مزيان. ماشي غير الياس اخويا، اي لاعب سورتو اللاعب اللي بداو كياخدو الثقه في راسهم، ملي كيلعب افيك ان غون جوار بيان سور كيبغي يبين، كيبغي يبين لو فغي نيفو ديالو، وما كيلعبش بنفس النيفو اللي كيلعب به ديما. فهمتي علاش؟ كتولي كتمني ميزي الاغلاط، كتقول الا غلطت راه غادي يسالي ليا، دوكو كتولي داخل في داخل في واحد الريتم اللي هو طالع. تحاول انك ما تغلطش بزاف، تحاول انك ما تعطيش بوشون، ماشي بحال لاعب ما لعاب عادي كتقول له هاني راه غادي يرجعني للطبله. خاصني كتكون لاعب ما لعاب كاليبر كبير راه كتقول ما غاديش يرجعني للطبله الا غلطت، ديكو كتحاول تنقص الاغلاط ديالك. دونك حنا بندورو رجلو فوق الفوق على اليسار
طرف لافوند ويخرج لانواغ ديالو او فون تحت اضغوط لانواغ ديال 2-1 بوغ عبد الرحيم بندورو اللي غادي يعاود ياخذ لافونتاج بان بوان ديكار. خيبان جو عبد الرحيم سكور فهاد الاثناء كيولي 2-1 ديال عبد الرحيم بندورو. دونك هنا مكرهنا الصراحه الديفي بقى غادي بحال هكا 2-1 2-2 3-2 3-3 ونشوفو شكون اللي غادي يعيا غادي يخسر الالغوريثم اللي غادي يبيع لو ديفي. وسام قال لي واش اول مره غادي يلعب الياس مع بندورو؟ لا غيكونوا ديجا لعبوا هنا 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 ايوب قال لي اول مره يمكن زعما غادي يلعبوا عندي في اوفيسيال درو كنا قصروا كيف ما قال لي شي اطروا شي اسين مي اوفيسيالمون اول مره وقع لك لعب الياس مع عبد الرحيم بندورو. اكزاكتومون خويا زكريا البيجي. دونك كاتريام فريم لاكاس بندورو عبد الرحيم هنا اون كاس زوينه عند عبد الرحيم بندورو كيطيح فيها اون روج في لاكاس لو شوا دي كولور لي روج ولا لا جون. انا صراحه لي روج كيبانو محتكرين الطبله سورتو جهه الميليو كما ان سول بروبليم لي هو لا روج اللي كاينه ا دروات قريب على لابوند اذا كتبقى لو بروبليم في لاطاب. دونك شوفوا لو شوا اللي غادي يدير اللي غادي يدير عبد الرحيم بندورو هنايا سعد شي عام دابا خويا زيدان باش مابقاش تما دونك بندورو غادي يمشي في لي روج يمشي في لي روج طبعا جوي كونفيرما لي روج ديالو. هنا كان كيحاول انه يخرج البولا بول ميليو ما تبلاصاش مزيان لها بندورو خرج معنا كي شويه بلاجون ديكو غادي يحاول يلعب ولا يدير اون اوتر اوبسيون ولا غادي يمشي في لوبسيون ديال بولا بول غير هو فيها لو ريسك. الحمراء كان ديزا بوحدها ديزا بوحدها الحمراء كيغطي عبد الرحيم بندورو هنا كتبقى في الترو هنا ولا محتكر الترو 100% ديال الميليو اغوش مي كيرجع الياس قادر على الطابل. الياس قادري ما عندوش دي بروبليم بزاف في الطابل كاع ما كاينش عنده حتى شي مشكل عنده مشكل في لو بلاص هنايا خصو يحسبهم. طالبي قلنا احسن ماتش هو ديال البارح ديال عامر كونتر حسيني ما كاينش الملل بيان سور اخويا دو جوور لي حاليا تقريبا النيفو ديالهم متقارب عامر رياض وعماد الحسيني ما عندوش على البالماريس بيان سور الكاليف مي حاليا عماد الحسيني تبارك الله كيدوز نقدر نقول واش احسن الفترات ولا جايين شي فترات حسن فوق عماد الحسيني مي حاليا عماد الحسيني كيدوز من واحد زوينه في لو نيفو ديالو في البي ار. جيسبر بيان سور عماد يولي حسن ويعطي حسن. انا كوريكسيون نقيه من الياس قادري غير هو لا غوباس كي كانت ما خرجش الياس نطيح كوريكسيون كوريكسيون اللي كان ممكن انها تحل المساليه وتخلي انه يدخل المساليه ديال دو بارتو سوس كنيا كنات نا با ايتي ابليكي هنا من الياس هي لا بلاس. دونك هنا غادي يضطر انه يلعب اوف اول فوق ادوات نقيه مشات هاد لا جون هادي تري بيان جوي ريكوفري نقي. صراحه الياس ايفوليو زعما ملي بدا لدابا كاين تطور كاين تطور كيف قلت المره اللي فايته احسن قرار خداه الياس انه ما يبقاش 100% انفلونس مزيان ملي ندخل للعالم لي زيفينمون التورنوات الكبار لي زوبن كوم سا باش يعرف لو فغي نيفو ديالو حتى ما يبقاش يلعب مع راسو ما يبقاش يلعب مع ناس مثلا ما معروفينش ولا دراري معروفينش لو نيفو ديالهم. باغ كونطخ ملي كيلعب مع دراري معروفين مع دراري عندهم ان تخي بون نيفو في المغرب شوز لي غادي تخليه يعرف فغيمون لو نيفو ديالو. هنا الياس قادري لاجون ما عرفناش واش دايزا ميليو ولا لا كنظن ما دايزاش ميليو. هنا لانوار تا هي نقدر نقولو معاك شي شويه دايزا
واحد ولا جوج ديال لي ترو هما لي ميليو ادواتي اغوش. مي الياس هنا مازال في سيتواسيون صعيبة، مازال لا سيتواسيون صعيبة عند الياس. انا الياس ما تبلاصاش مزيان، ما خرجش مزيان. السي نبيل ايوب اخويا وحده بغيتي نعطيه الميكرو نعطيه ليه دابا، ما عنديش المشكلة اخويا انا. محمد مجيد واش كاين شي فيدراسيون على هادشي ولا والو؟ لحد الساعة خويا لا فيدراسيون جولي هي كاينة مي حابسة الأنشطة ديالها، الكورة بحال ما كايناش. أغنية إلياس قديري لا ديغنيغ جون عنده أوف الفوق على اليمن. كي غاطي إلياس غادي يدخل عبد الرحيم بندورو لا طاب. أغنية إلياس كانت عنده فرصة باش يجيب ليغاليزاسيون، و سيغمو بندورو هنايا من طاول بحال هادي مغاديش يرجع لها إلياس. الله يحفظك ليا خي وليد. ماشي مشكلة نجاوبوها اخويا. لا 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 على حط الميكرو عادي، انا راك عارف اخويا راك نتقبل اي حاجة، عرق الشابة واسعة كيف ما كيقولوا. دونك ندورو كيخرج باغ في لاغوج اللي فيها مشكل هنا غادي يضرب اوف تحت اضواط يرجع بك ان بتي غيتخو كوم سا باش يخرج للميليو. فوالا كيبقى الميليو اغوش. الله يحفظك لي يا اخي احمد، ميرسي بوكو كاع الدراري اللي حاضرين معنا. عمر بو ندورو هنا الميليو. ايه لونجل عنده صراحة كبير بزاف، يضطر انه يضرب يا بون ضيا دو بون كوم سا باش يخرج لا ديغنيغ روج لا تبقى لي وسط لا طابل. كاينة شوية لا ديفيكولتي طه ماشي ناقص، بالعكس بنظرو هاد الايام حتى هو كيلعب نيفو زوين وزوين بزاف، كيدير دي ريزولتا. ايوا كيف ما كنقولو ميمكنش اي لعاب يبقى ديما في لو ميم نيفو، ممكنش اي لعاب قديمة في ميم نيفو. دونك عبد الرحيم بندورو انك كيخرج لا ديغنيغ غوج تخي بيان جوي، بون ديسيزيون انه لعبها او فون لتحت. لا ديغنيغ غوج دفيعة نورمال باش يبقى لا نوار ديالو ميليو اغوش. دونك هنا لا نوار ديال لو تخوازيام بوان ديال عبد الرحيم بندورو. تخي بيان جوي عبد الرحيم. رحيم كي ياخد لو تخوازيام بوان سكور 3-1. الله يحفظك لي يا اخي محمد دجان، خويا محمد امين وهاديك تيسالي الدافي يا اخي، هاديك تيبغي يسالي الدافي اخويا النويطه. دونك غادي نلتحق بيا في التعليق على هذه المقابله هذه الاخ والصديق ايوب. مرحبا اخي ايوب. يوسف الحلو، السلام عليكم على لي زامي. خويا يوسف الحلو، الا كان شي واحد كومونطا شي حاجه نيجاتيف ما شفتهاش غير ما شفتهاش اخويا يوسف، الا صيفطتي ليا غير كابتور ديكرون ديال داكشي اللي مكتوب غنتكلفو سيغ لو شون. خويا يوسف، خويا نبيل، انا غادي نضطر انني
نحيدك من لاباج باسكو ولا نعطيو فرصه. دابا حمزه اللي غيقرر، شوف حمزه اللي يقول لنا عنده يا اما سيبريمي الكومونتير ديالو ولا نبانيوه من لاباج ولا نحيدوه ربع ساعه. دابا نبيل كومونتير، كومونتير نيجاتيف في حقي بعدا. دابا انا قلت لك بانيوه، وانا قلت لك انت اللي غادي قلت لي ندير. دابا الا قلت لك بانيوه غادي نتسمى فهمتي بحال قلتي عاقبته، عاقبته على قبل. انا غادي نعطيوه افيرتي اسم، اعطيه صفر سيبريمي الكومونتير ديالو. خويا يسلح له، ما يبقاش فيك الحال اخويا على راس العين. يقدر يكون غلط زعما، المهم ما عارف القوانين ديال لي باج وقوانين ديال لاباج بيان سور، ان خصك يكون لو ريسبي. اخويا نبيل باش تعرف، اخويا نبيل دابا انت بقيتي في لاباج حيت حمزه اللي بغى. وما مولاش كنبغي، هذا هو المشكل. اوي يسمح له هو اللي غادي يعطينا يسمح لي اخويا يسرى الواحد ما شفتش شي كومونتير، يسمح لي اخويا ومن هنا لقدام ان شاء الله. شوف صيفط لي الكابتور والسميه، انا نتكلف اخويا يوسف كون هاني صافي الله يسامح. تفضل اخي حمزه. دونك حمزه هو اللي كمل لي كومونتير ديال الماتش، انا نرافقك اخويا حمزه. مرحبا اخي ايوب الله يحفظك. الكاميرا وصيف لي شويه. اييه دونك هنايا الياس قادري. ايوب اخويا راه عنده الميكرو ديالو، ما حتاش نعطي الميكرو. دونك هنايا الياس قادري او لي جون فورس عندي الياس باش ياخذ بيان سور سكور. دابا 3-1 جو كوا ايوب، 3-1 دابا. انا الياس كيضرب غيترو، مي غيترو نقدروا نقولوا ما عاونوش بزاف باش يتغوا بلاصه، كان نورمالمون خصو يخرج لميليو ما يخرجش لبولا بول. بولا بول كتبقى صعيبه ولا تلعب في كره صفاص تمشي جهه لانوار يمكن. اكزاكتومون، وخصو يلعب غيترو باش تبقى لا جون اللي قريبه منه طايحه في الميليو اكوش. اي 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 غلط بزاف ديال البارامتر. وي كنا كان كيحاول يخرج ريترو، يخرج للميليو، ما كانش باغي يخرج هذه الخرجه هذيك، مي لو شوك في الحمراء خلى انه ميتو بلاصات مزيان. خي بدر العوفير تحيه كبيره ليك اخويا الله يحفظك. تاقي حمزه واش بالك في لو ديفي؟ انا سمعتك كتكومونتي من الاول قلتي انه الى ربح الياس ماشي مفاجاه كبيره ولكن انجاز بالنسبه ليه، مي الا ربح بندورو كنظن سي لو نورمال، الحاجه اللي متوقعه. وي وي لحقاش على الوراق كيف ما كنقولوا ايوب عبد الرحيم بندورو بطل كبير بيان سور، لو نيفو لا كومبارينا لو نيفو ديال بندورو باش ما نكذبوش على بعضياتنا، لو نيفو ديال بندورو زايد على ديال الياس، وبندورو اكسبيرونت اكثر من الياس. مي الفيار هذا ممكن ان بندورو ما يجيش اليوم والياس يكون في نهارو، الشوز اللي تخلي الياس انه يربح، ويقدر يربح بليكار فهمتي. مي بندورو الا كان في نهارو الياس دار بزاف ديال الاغلاط غادي صعب الديفي على الياس. هادشي اللي نقدر نقول لك اخي ايوب دابخي زعما الاناليز المتواضع ديالي. سيغمون الحاجه اللي كتخلينا نقولوا الياس يقدر يدير شي حاجه زوينه في الديفي هو ديك لا موتيفاسيون ديال ان جوغ اماتور مع ان جوغ بروفيسيونيل. وي وي اكزاكتومون. لحقاش الياس صراحه انا عاجبني لا كادونس اللي غادي بها الياس ديغنييغمون، سورتو ملي ولا كيجي للسانتيور ولا كيعمر السانتيور، دونك ولا كيلعب لي تورنوا زعما على لي تورنوا بزاف، دونك هادشي راه في صالحه هو اكثر من انه في صالح البيار المغربي، مي في صالح الياس انه كيف قلت لك قبيله يعرف لو نيفو ديالو ديفون لي شامبيون ديفون لي كون جوار. الوغ كنا نقدروا نشوفوا اليوم الياس وجواد تابيش من البارح تفرجت شي وقال في النهار كامل. تفرجت اخويا شو تفرجت لابيل صراحه، لابيل دخلت تفرجت فيها صراحه كان ماتش زوين زوين بزاف ما بين دو غون شامبيون بيان سور جواد تابيت اللي قدم لي تحيه كبيره وعبد الرحيم بندورو. الماتش اللي كانت فيه ريمونتادا ديال جواد، جواد كان خاسر لا جواد اللي كان رابح، كان رابح انا بقى باش انا كنت شفت واقع له 12-10 مع 12-11 وجواد جاب ولي جاب لابيل، جواد جاب لابيل وي ولي جاب لابيل، كان خاسر ب 12-11 جاب لابيل وفي الاخر خسر لابيل مع بندورو. كان ديفي زوين وحتى من الموضوع كانوا دي ديفي زوينين شفنا من بعد، عشان الياس ملي بندورو ربح بلابيل جاود تابيت كيبقى واحد السكور اللي زوين و السميه ديال اللعابه ولا السكور كيبان انه كان ديفي زوين. ما الياس عاوتاني من الجهه ديالو ربح بواحد الطريقه بنفس السيناريو اللي ربح بها طريق المره الاخرانيه. وي تيبدا الطريق مزيان واحد الوقيته كيتلفوا بجوج كيتلفوها حتى كيديماري الياس. وي لحقاش منين كتكون لاعب لعاب وكيعطيك فرصه كي كتحس به هو تالف، ميم سي انت كتكون تالف مي صدي باش شكون غادي يرجع للاول، شكون غادي يرجع للاطاب وياخذ لا كونفيونس اون سوا الاولاني.
الياس ربح بداك السيناريو في الخفض ديماره وسالب 13 ل 7 ومن بعد شفنا لو ديفي ديال شيكو وغزال تستافوت وي الطريقه باش ربح غزال باش خسر غزال وربح شيكو هي ان شيكو كان سابق في السكور وغزال دار فريمون طاد رجع كان ديفي ايكيليبري كاين واحد السبرينت فينال كان عند شيكو حسن خلاه يربح كان غادي في اللون مزير الا لقاش كندخل كانت كتبان لي 4 4 5 5 غادي ديفي كان غادي مزير نفسيس جاو تستافوت رجع وعاوتاني يهرب شيكو 13 وعاد ديفي الاخر ديال عام رياض وعماد الحسيني ديك لا سوريز سور لو كاطو وي ديفي لي سالس بي لا سواري دوماج ان الحسيني كيفاش نقولوا واحد الوقيته دار واحد الغلط صغير كلفو كل شيء كلفو ديفي كامل وشفنا عامه في الارينا تبارك الله وحش اخويا حمزه عام رياض لو فري سانس ديال الجلادياتور ما جاش من الفراغ كنا بندورو كيخرج لانواغ ديال 4 لواحد تقريبا جو عبد الرحيم بندورو ياسر قلنا انه عاطفه خويا ما كايناش العاطفه باش ديرها في بالك ماشي زعما كنجو من الياس راه كندوي على الياس بزاف حقاش عارفين كيف بندورو ستان شامبيون فهمتي داكشي علاش كندوي على الياس بزاف دونك بندورو معروف عارفين الناس كاملين انه ستان شامبيون ما نحتاج زعما حنا كنكونفيرميو كنزيدو ناكدو ان بندورو ستان كون جوار ستان شامبيون دونك كتمشي زعما كنمشيو جيت الياس ولا كنجليجو بندورو لا ما كايناش هاد الهضره هذيك غيمون الدراري بجوج مصحابنا الدراري بجوج كنريحو معاهم كنضحكو اونصوم بيكو ما كاين زعما ما جاي لا من بندورو لا من الياس دونك زعما في الجورنيات دونك سكور كل 4 لواحد في هاد الاثناء بندورو هنايا كيدير 3 با القدام 4 لواحد سيزيام فريم لاكاس بندورو الوغ انا اخي حمزه صالح قبل ما يبدا لو ديفي كنت كنقول انا الياس ممكن انه ديماري مزيان كون شفنا الياس بربع انا امون ابي كون شفت الياس بربع لواحد نقول ديفي غيمشي اكيليبري و سا دون زعما غيكون سبيكتاكل ويكون ديفي سيري مي نكون موضوعي انايا في الراي ديالي بندور ربع لواحد كيبان لي صعيب الياس يرجع يعني يمكن يدير ريمونتادا في هذه الحاله صغيره من عند الياس بارابور البندورو دابا انا دابخي الاناليز اللي قلتها ايوب انا متفق معاك في الهضره اللي قلتي مي بندورو ملي كي الا فاتك بليكار ولعب مرتاح كيلعب احسن كثر فهمتي دوكو لا الا فات الياس مثلا خدم مثلا لو 5 بوان بندور غادي يولي صعيب على الياس انه يرجع لحقاش الياس غادي يتسنى الاغلاط ديال بندور بحال هاد الغلط فهمتي مي الا ما كانش الياس كيستافد هاد الاغلاط هادو راه غادي صعاب عليه بيان سور لو ديف لحقاش ما كاينش برونسي كاين عبد الرحيم بندور يغلط الياس يستافد ولكن عبد الرحيم بندور ما يغلطش والياس يخسر بلاكا سينو الياس يضرب في الفيرم بزاف كاس فيرم ريبريز فيرم هو كيدير هاد ديفوا مي خاص لادفيرسير يغلط وي وقعت البحث مع طارق مساوي وي دابا الياس هنا كنشوف غير يلعب ميليو عاود يخرج عاوتاني للميليو وهذيك ليميتا الفوق اللي من اخي حمزه يخرج بها لهذه اللي قريبه لينا دونك انا ما تغوبلاصاش مزيان نشوف الميليو واش ديزان بدلو لونغل ما ديزاش الميليو دونك انايا حصل كيحصل هنايا الياس قادري ما كتبانش ليا الدراري ان الياس داخل الماتش جو بونس ان بندورو il va prendre plus d'avantages حيت كيف قال حمزه بندورو غلط خاص الياس يساليها ما سالهاش راه بندورو غيرجع للطبله وعاوتاني غيكملها لو سونداج باقيين لا بلوبار عطينا بندورو 62% انا زعما دابا حنا كنا في لاصال قبل ما يبدا الديفي اخي حمزه شتي الياس كيفاش كناشط كيفاش لعب مع عامر هو يلعب مزيان صراحه مع عامر ولا بالي الياس غادي زعما غيديماري مزيان ولكن مع الدخله ديال الديفي اون فوا كتدخل لمود كومبيتيسيون الامور كتبدل راه شفت واحد الكومونتير دابا قال لك داكشي اللي كيدير الياس في الفيديوهات ماشي هو اللي كيدير في التورنو راه فيديو كيديرو راه ماشي هو التورنو فيديو انني كنصاوبو وكنقادو راه ماشي هو انني نلعب في ايفينمون في التورنو نقدروا نقولوا هو ماشي غلط مي الياس كيف قلنا باش كيلعب في التورنو كيعرف لو نيفو ديالو دونك ملي يعرف لو نيفو ديالو غادي يطلع لو نيفو غادي يولي داكشي اللي كيدير في الفيديوهات كيدير في التورنو
هو صعيب اخي حمزه، زعما تيوريكمون باش انه يدير نفس الحاجه بنفس النيفو كيما الفيديوهات فيهم النيفو اكسيلون ديال الياس يديروا في التورنوا سي ان بو ديفيسيل. راه ماشي غير هو اخي ايوب، شوف كانوا لعابه كبار ابطال كيديروا فيديوهات، راه ما يبانش داكشي اللي كيديروا فيديو كي ابليكي في التورنوا. راه فلوريان فينوم لي كولي كيدير، راه بطل العالم في تريك شوت، لي كولي كيدير راه كيعاودو شي 9 مرات 6 مرات 10 مرات كيحسن فيديو باش كيحط لك انت فيديو، فهمتي بطل العالم هذا كيديكو. راه لاكس اولا لو كو راه ما كيابليكيش في المره الاولى هنايا. فرصه اخرى عند الياس، فرصه اخرى عند الياس، التبويعه ديال الميليو. بغا يكذب على الترو ياك، بغا يكذب على الترو. وي كتب على الترو ماشي توب بلاصه، لحقاص لونغ اللي كان عنده ما كانش معاونا باش يخرج. دونك هنايا انكو ديفونسيف من عند الياس، كيحاول يقلب على بوشو ولا يدخل بيه على مساليه. بالك في هذا الكوم مزيان ما مزيانش، هو كوم مزيان ومن ناحيه مزيان مزيان، لحقاش عبد الرحيم بالدوره ما كان عنده ما يدير، كانت نقدر نقولوا حل واحد اللي كان عنده هو هذا، غير هو خلى بوشون صعيب شويه لإلياس. دونك هاد الصفر ديجا هي صعيبه، وحتى لا غو بلاص الصفر ادوات هي صعيبه. كنظن ثاني بالكحله نورمال ضربها من الفوق، لا صعيب 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 سورتو في هذا الوقت إلياس خاسر. دونك هنا الا كانت الحمراء فوق اللي ما ديزاش غيكون عند الياس عنده الزهر، بعدا كانت ديزا كانت باش نوش ديزا ولا ما ديزاش. دابا واش تمنى بشي غيطخو خيالي يا حمزه بحال والو ديالو هادشي، وما طيح ما خرج خلى الياس لاجون ديزا شي خلى الياس لا وهي خلى لي احسن ام الخبار. تشوف بلاصه الياس مزيان بدا باش دابا شفت بزاف لي كومونتير تيقول علاش كتهضروا على الياس. اول حاجه الياس هو اللي لعب لو ديفي مع بندورو، ثاني حاجه الياس هو اللي عليه لي كومونتير بزاف. دونك حنا باقي حمزه حنا بعدا في المغرب عندنا واحد لو ستيل دي كومونتير مختلف على العالم كامل، عندنا ان ستيل اونيك ديالنا. الا ما كانوش معنا الدراري في لي كومونتير ما كنعرفوش نكومونتير ياك. تري بيان جوي اكزاكتومون خويا ايوب، ملي ما كيكونوش الدراري مثلا في لي كومونتير راه كت ماشي ما كتعرفش كومونتير، هو غادي كومونتير مي غادي تبقى غادي في واحد لو سونس اونيك كيف ما كنقول، غتبقى اناليز 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 قرايه ديال الطبله، شوز لا تخليك انت داخل في الملل وحتى الناس اللي كيتفرجوا داخلين في الملل، ما يكونش هذاك ليشونج ما بينك انت والناس اللي كيتفرجوا. دونك حنا راه حتى حنا كنتفرجوا كيف ما كنقول ديما حنا زايدين عليهم بالميكرو، فهمتي حنا كنتفرجوا كاين اللي كيتفرج دابا كي اناليز كيف طبا بوحدو اكزاكتومون باش نقراو لي الطبله بليس بليس دو. صح حنا كنبقاو كنكومونتيو النهار كامل، صعيب شي بقى مع الطبله النهار كامل اكزاكتومون. دونك دي بالنسبه لان كومونتاتور ماروكان لو ستيل ماروكان لي كومونتير، راه لانتيراكسيون افيك لي كومونتير شي حاجه بريمورديال مهمه بزاف. دونك حنا ملي شي واحد لو سوجي كيكون مجبود على الياس اللي هو لاعب دابا راه كندويو على الياس وغندويو على بندورو حتى هو، سينو في الديفي الجاي ملي يكون عامر وشيكو غندويو على عامر وغندويو على شيكو. ما عندوش الياس السكور هنا كيولي 4-2، الياس كياخد الدوزيام بون ولا كاس الياس قديري، الياس ولا كيكاسي ديما دوزيام بي ولا كيكاسي ديما دوزيام بي. ملي كنقولو عندك كاس مزيانه ما كيبقاش يطيح. الوغ الا شفنا الطبله اخي حمزه كتبان ان فيها لي جون احسن مي ما عندوش باش يبدا، ولي جون زوينين ما كيف قلتي لا جون باش يكونفيرمي لو شوا ديالو ما كاينش. ميليو ما ديزاش وقيله، ولكن مرازيه كاين مرازيه بزاف الضرب قبل الميليو ما تمشيش لجهه الميليو، سينو شي صفره من الصفر اللي قرابين لينا على اليمين كنظن ما طايحينش. دونك انا جو كخوا يلعب ان كو ديفونسيف وتي فاش غادي يفكر الياج يحاول يخبي بوشون ويخلي عبد الرحيم يدخل على المساليه. واحد الكومونتير ديال تسافوت اللي ما شفتوش صراحه، شوف التليفون ما شفتوش هنايا نعاود نرجع ليه. قال لك الياس صاحبي ولكن ما لا قال لك الياس لو بوان فور ديالو هو يسموكيك
ويتقدك في الاخر حيت لا وبندور وكيدوي عن عقبيه كيدوي عن كيفين التجربة. العانه وكيخليه جو بونس انا تسوت كيدوي عن التجربة اللي دي كيديرو مع الياس. كان الياس لعب ديفونس بزاف وي تدي في ديرو مع سليمان غير هو الياس ما كملش في هذاك ما كملش في هذاك في هذاك لو نيفو كون السيمانه اللي قبل من هذه باش لعب مع سليمان بدا مزيان وكان غادي نسير انا لي كومونتي داك الماتش ديالو سليمان كان مزيرين ديفي وكان لدرجه ان سليمان طلب تايم في الاخر بقاش الياس كان كيتعطل بزاف مي دابا انت اخي حمزه راك كنتي كتشوف الياس غير في لي فيديو انا كومونتيت ليه بزاف جو بونس دابا انت ملي كومونتيتي الياس ديك المره ودابا وي كتعرف على الياس كلاعب ماشي كانفلونسور اكزاكتو وهادشي اللي قلنا تنابيل قلنا ان الفيديوهات مزيانين ولكن الواقع كلاعب بيان سور مي اوسي كرياتور دو كونتوني تا هي ان بروفيل دونك الياس حنا دابا كنشوفوه كلاعب والكونتوني نخليوه حاجه اخرى نتسناو الفيديو الجاي ديالو غادي يدير دي فيديو تاع على ليفينمون دير فيديو على التورنوا بريمير اديسيون اخي حمزه كنتي حاضر فيها وي صراحه ليسون داز زوينه وزوينه بزاف صراحه الكلوب سانتوري دار ان تري بون اورغانيزاسيون بيان سور غراس ا ايوب وعبد الرحيم والدراري كاملين تحيه اسامه والحاج امين صراحة كرياو لينا هاد لو بيجو هذا لا دوزيام اديسيون غتكون لو 3 اي لو 4 لو 3 لو 4 اوت جوائز اللي غيكونوا كبار 20000 درهم بروميي بري و 10000 درهم دوزيام بري توتال دي بري ديال 42000 اللهم يسير ايفينمون مهم ومهم بزاف دونك سيغمون غادي يكون واحد راه فيه اللعابة كاملين باش ايفينمون مهم شحال تكون 64 ولا غتكون لو ماكس اوبن لو ماكس ماكسيموم 80 مي باش نفوتو 80 على قبل لورغانيزاسيون لو نومبر دو تابل اي لو نومبر دو جوار باش يلعبو في غير سولمون في سانتوري سولمون في سانتوري ان شاء الله ملي تكون دو تورنامنت في لا سال كي اكوتي ديك الساعه يكون ليفينمون ديال 70000 درهم اللي يكون في شهر 9 ان شاء الله ان شاء الله دونك دي زيفينمون مهمين جايين بالاضافه بيان سور كاع لي شامبيونا ولا بطولات ديال المغرب اللي كيتقاموا كاع لي سيركوي كاع لي اسوسياسيون واخا اي شام نتمنوا ليه التوفيق بيان سور انا خريجه من عبد المنظور ولا لا تري بيان جو عبد الرحيم تري بيان جو عبد الرحيم بندور اللي كياخذ لو 5 بوين هنايا سالي نقيه لو فري سونس ديال النقاء الخرجه بعدا الاخرانيه عالمي هو تيبان ساهل باش نمشى غير طخو باش نمشى غير طخو ما قاش حتى شي حمراء دابا ديك الدوز اللي كدوز ما بين الحمرين اللي كتجي وكان كونتاكت مع شي بيروج وكتخرج بارفي والغير طخو يعرفوا الناس غير طخو مليمتر ماشي على اليمين على اليسار غادي يخلي البوشين يمشي لواحد البلاصه اخرى مع ديك الخطفه ديال اليد حتى كتلعب الدور بالضبط ما لحقاش اصعب ايفي تحكم فيه هو الغير تحكم في زعما البوشين يخرج لك نقطه سورتو الا كان غير تخو كبير بحال هاد الخرجه اللي خرج عبد الرحيم بندورو الوغ لو سونداج تقريبا راه غادي بنفس الوتيره ديما كداو 60 كداو 30 كداو 60% بيان سور بندورو كداو 30 الالياس خويا عمران بالنسبه لو ديفي ديال العمل واش يكون ان شاء الله غيكون في لو دوزيام لا دوزيام سيسيون مور هذا غيبداو بريفي مع الثلاثه ان شاء الله دونك 5 لجوج 8 فريم لاكاس بندور عبد الرحيم دونك عبد الرحيم هنا كيكاسي كيطيح اون روج في لاكاس شنو قال لك ايوب شنو غيدير في الوش واحد اخر انا تيبان لي انه غادي يمشي في بلي جون وي دونك يمشي في بلي جون اخويا حمزه اللي شفتي الصفرا اللي عنده فيها مشكل هي اللي بعيده علينا مزحمه الحمراء ما دازاش الفوق على اليمين دازا سيلمون في الميليو خاصها واحد الغو بلاص كي سبيسيال هاد الصرا اللي حدا الكحله حتى هي فيها اشكال الصرا اللي على اليمين ديالنا وي الوغ كنظن غيمشي في لي جون وهنا ابارامون عنده ان سيغتان لونغل باش يدفع يمشي لا جون وهنا باش يفك المشكل اللي لا جون ديال الحضره نوار انا مون افي يخرج لها بول مع لا جون اللي كاينه اغوش واخا تكون صعيبه غير هو ما يدخلش على دابا لحقاش غيبغي كونفيرمي لي جون وغادي يرجع غيطر وغادي يرجع غيطر انا قلت مشكل انت قلتي مشكل اول مشكل الاول تلقى لي الحل عبد الرحيم هذا هو الخرجه اللي كانت خاصه دونك انا شفت ديجا الصفر ديزا الصفر ديزا
نبقى للتسطيره. سينو كنظن التسطيره غتعطيه الصاله اللي قريبه لينا، ومن بعد هذيك اللي حدا لانوار يخرج لها بوحده ماشي بولا بول، اولا غيبقى الميليو. شو عبد الرحيم شكي يدير الوغ جو بونس الفكره اللي عنده حمزه هو يلعب الصفرا اللي ميتا من بعد يخلي الميليو الفوقاني ميليو ادغوات وي، ولا بقى له واحد لونجل صغير يقدر يدفع يمشي عند الكحلة غير يقيسها شي شويه يقيسها يحيدها من حدا الصفرا ويشوف الصفرا ديزا مفوهه ولا كنظن هادو الاحلام هادو اليقظه شنو نديرو فيها غنشوفو غنشوفو قبل ما يحققوش. مي عنده اونجل زوين عبد الرحيم بن دور دفيعه هنايا يقيس الصفرا تخي بيان شوف ولا جديزه انا حلمت على الكحله واحد على الصفرا حلم على الصفرا لا بقى ما بقى ما دايزاز زعما دايزاش مرتاحه باقي كاين شويه الزيار مي شوف اللونج اللي عنده في ميليو غير تخوي يبقى بولا بول ممكن شوف شوف ها هو شي عبر في هذا قلنا في الاول اخي عبد الرحيم نشوف الخريطه عبد الرحيم بن دورو رائع نقيه نقيه كيخرج بولا بول هنا عبد الرحيم بن دورو انا باقي عنده شويه ديال التعنكيش التعنكيش سورتو البوتون في غادي يمشي حيتاش الحمراء فوالا كاينه في الطريق انا خصو يضرب في لابوند يعطيه الجهد يضرب في لابوند ويخرج تخي بيان جوي تخي بيان جوي عبد الرحيم دونك من دورو هنايا لا ديغنيغ جون انا اخي حمزه هذا اول بول مومنتس ا دو درت وحده مع عصام ساليه زوينه بزاف مع عبد الرحيم تبارك الله كانوا دو بروبليم او شوت 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 بندورو هنايا لانوار ديال السنجوش ها علاش بندورو بندورو ما كيخليناش ندويو عليه هو كيدوي على راسو مزيان ما لا انا ندوي على بندورو خصني نقول واحد الفيديو اخي حمزه انت اللي صورتيه كان لايف ديال 3 بوند ديال الاكادير ديال الاكادير ديك اخويا كتبقى كيبقى احسن فيديو دخل التليفون عندي انا بعدا ودار ان سوكسي في لي ريزو سوسيو كاملين وي وقال الناس ما عارفينش بلي رانا اللي صورته لا تسمع صوتك تسمع صوتك لا لا باين تسمع صوتك الطروفون ضربات على جنوب افريقيا ياك كنت قلتي انه جنوب افريقيا كيديروا باغيين يذبحوا بنابورت ديال فاستون وكان الفيديو اللي كان فيه عامر كيشطح اكزاكتومون صراحه بندورو هذيك اللقطه دازوا اوقات زوينه في اكادير اخي وهذيك اللقطه بالنسبه لبندورو كانت واحد ريمونتادا سيغ بلاس الطريقه كيفاش كانوا كيبروفوكيو الجنوب الافريقيين وديك الدو بوند خطيره بزاف اخي حمزه هذيك بعد الماتش كتدخل كتعاود تفرج فيها باقا لدابا كنعاود انا والله يسا باقا لدابا كنعاود كنقول ايماجين كما تصورات هذيك اللقطه بالضبط وخا تعاود عليها ما توصلش الصوره ما توصل الصوره كيف ما بغينا حنايا وديك الشطحه ديال عامر سيغتو تحيه كبيره لعام الرياض اللي حاضر معنا بيان سور في الكلوب غادي يكون لاعب لو ماتش ديالو فيغ 15 مع حسام شيكو كنفوتو 500 سبيكتاتور اخي حمزه وي اللي حاضره معنا وكنعتذر على لي كومونتير اللي طلعوا للفوق صراحه راه صعيب الدراري 1000 كومونتير على ماتش كومونتير ليا صعيب انك تبقى في لي كومونتير او ميم طون تاناليزي لو ماتش يلاه جاوبنا يلاه فاقوا الدراري اليوم الحد اخوي الاغلبيه كسمح لنا عسك اللي كان بحر البارح ياك ما تقدرش تفيقوا تتفرجوا ديفي يتفرج في ماتش ما كاينين الدراري اللي بقاو زعما بقاو على القرص كما كنقولوا كيتسناو 12 باش يتفرجوا في ماتش ديال الياس و عبد الرحيم بن دور اه الياس هنا لي دو بلاص كانوا كيفاش نقولوا مضعضعين ماشي طيب. كيف باغي سيغمون و عبد الرحيم شاك فوا كيضغط وكيزيد يهرب شويه في السكور دابا 4 بوان ديكار 4 بوان ديكار هي ما صعيباش بزاف على الياس غير هو كيف قلنا خصو يحاول ما يبقاش يغلط لا خاص من دورو راه مفوه كما كنقولوا لاعب مرتاح على الغلط الاول كنظن الياس ديكونسونتر حيت في لو كار نورمال الياس هنا كيلعب كو ديفونسيف ابون في اخي ايوب دابا واش الياس قبل ما يدخل لو ديفي كيفكر في لي سيناريو كيفاش غادي يتعامل مع لي سيناريو غيكون وصل زعما لهاد التفكير هذا لحقاش دابا حنا ملي كنكونوا لاعبين مثلا لاعب ماشي واحد ماشي بطل كتقول ديما كتقول راه خصني ندخل نبين
ولكن واش كتفكر الا كنتي خاسر بلايكار اشنو غادي دير؟ اشنو هي مونطارمون كيفاش غادي تكون؟ واش وصلوا لها الدراري ولا مازال ما وصلوش لها؟ داك البريباراسيون بسيشيك قبل الماتش، كل هاد السيناريو واش غندير فيه، هاد السيناريو واش غندير فيه. كنظن ان الياس دابا نقدر نقول لك راه وصل ليه، ولكن راه ماشي ديما كيديرو. الياس انا صاحبو كنعرفو مزيان، راه حالو عقل، راه يقد يلعب بحال واحد تشيرنوف مراكش ربحها كان عيان وما لعبش، ربح واحد خاسر بالستة ثلاثة، ربح بلابيل وربح يونس السفان بالستة واحد في الفينال، سالا كلشي ضرب ستة لي فيرم في الدومي فينال. انا بقيت كنشوف تنقول واش هذا الياس مرة أخرى عاوتاني كيكون شي ادفيرسير في المتناول ديالو كيبقى يخربق معاه، مازال ماشي ستابل، ماشي ستابل في النيفو ديالو. و جو بونس انه صعيب يكون ستابل حيتاش كيفكروا في الكونتوني بزاف، ودماغو خدام بواحد الطريقه ديال تفكر في كونتوني. بحال دابا يسالي يجي يقول لك راه واحد السيناريو واحد الفيديو فهمتي غيصاوبو، هذا بحد ذاته حتى هو ماشي مشكل. حنا بالنسبه لنا حنا داير لنا مشكل، ولكن بالنسبه ليه هو ماشي مشكل. انا كيدير لي مشكل وكيبقى يدوي معايا بزاف لي سيناريو، كنقولوا الياس انت ختي لي راسك. انا كان كومونتا كنعيا كنبغي نمشي غير نعس اخي حمزه. هو عاوتاني دماغه في حاجه اخرى. انا زعما كندوي كوتي اوما عاوتاني ديال الياس، الي سبيسيال كوتي ارتستيك ديال كرياسيون دو كونتوني. وكنظن ان بندورو الي واخد لا بوستور ديال ان جوور اي ديكسبيريونس كثر من الياس، سي بور سا بندورو عنده بلوس دو شونس انه يربح في هذا الماتش، يربح لو ديف. كنظن سي لو نورمال اللي غيكون، اي بامبورت شكون غيدوز سوا بندورو او لا الياس اي اوسي عامر ولا شيكو، غتكون عندنا فينال زوين اخي حمزه، حيتاش كل واحد عنده لا فاسون ديتر، الياس كوم كرياتور دو كونتوني وبندورو كا غران جوور ولاعب ديال المنتخب الوطني. دونك سوا داز الى داز الياس الله فينا نقدروا نقولوا نشوفوا اول مره الياس شيكو ولا الياس عامر لايف، عمرو ولا لايف شكون مثلا الا داز الياس لا فينال هو شكون بو لا بروميير فوا، يا الياس عامر يا الياس شيكو. وي دونك لا بروميير فوا اللي غادي يلعبوا لايف سورتو الياس عامر. تي حمزه كيحلم علينا قال لك الياس يدوز لايف يدوز فينال، ودابا زعما حنا كنقولوا محايد السي حمزه. انا قال لي البارح ما كتكونش محايد انا، بغيت نقلب انا انت ما كتكونش محايد. لا لا يقولوا حمزه يكون محايد، انا محايد والناس عارفينها كاملين وعارفين علاش كندوي. هذه ضريبه الطبله ما بقاش كطيح لهم دوبلون بوش اليوم، خسرات خسر لها الدوبلون بوش و تخسر عاودي تانستالا 2.0 دوبلون بوش. باغ كونتخ الا داز كيف قلنا عبد الرحيم بندورو هي غادي نشوفو لا غوفونش ديال السكيل بندورو عامر اولا بندورو شيكو حتى هي لا غوفونش ديال السكيل لا فيبال. وقتاش كانت هادي؟ كانت جو كخوا دابا فشي عام ولا عام ونص ولا كثر. شكون كان دا التورنوا عامر؟ كان دا شيكو، كان لعب عامر بندورو دومي فينال، ولعب بندورو بندورو ربح عامر في دومي فينال، ولعب بندورو شيكو فينال. داكوغ. ولا لا غوفونش ديال اسفي ديال اكسترا بلاك ديال شيكو عامر الرياض. شيكو عامر الرياض دونك شيكو حاضر تبارك الله عليه. وي صراحه. وعاوتاني واقيلا لعبوا حتى في كريسيبل، عاودوا لعبوا ما عقلتش صراحه. شيكو عامر عاودوا لعبوا واقيلا في كريسيبل جوبونس ربح عامر ياك. وي كنظن الوغ هنا اخي حمزه هو بندورو عنده لا روج اللي قريبه لنا فيها مشكل، مي ديك الحمراء اللي وسط الطبله طايحه كوريكسيون مع لا جون، وان ميم طون عنده واحد لونجل بالحمراء اللي بعيده علينا يقد ما يبقاش كولي على لا بوند، الا زاد غير شي شويه لقدام يقد يصيفط الحمراء كوريكسيون مع لا جون لتحت على اليسار ولي بيغي لو شومان ديال داك ديال داك الكره. شوفوا الثاني بندورو واش هو عبد الرحيم كنظن مشى في هاد الكوريكسيون، و ميم طون غيلعب واحد الغيترو يضرب في الباندا الفوقانيه باش يجي تغوب بلاصه مزيان. هنا اللي دفع ما يخرجش واقيلا ما عندوش لونجل، خصو يلعب غيترو احسن حاجه. ياك اخويا عبد الرحيم ياك ضيعنا فريد. ياك اخويا العزيز ياك ليدا كانت زوينه بزاف، مي دوماج دوماج. شوف دابا اخي حمزه ولا السكور 6 3
ما يبانش ان عبد الرحيم كان افونسي بزاف. وي هاي ولات توافق 3 بوان ديكا لحقاش الياس دابا كيشفر في الفريم كيشفر في الفريمات دابا الياس دونك 6 3 قال لي شكرا قال لي بيان جوي لا عجباتو الفكره حتى انا دريت مع عبد الرحيم صافي الحال ما صدقاتش له ليدي ديالو مي واحد القضيه انا لاحظتها دابا الياس البارح مع طريق اليوم سي كو دي فوا الياس واخا ما تيكونش لاعب مزيان كيشفر دي فريم يعني كيبقى ياخذ دوك لي بارتي اللي فيهم الفرص قليله كيربح بالصفره انت فهمتي هذيك مهمه هي عاونت البارح باش رجع حيت الطريق المساوي كان حبس 3 وشفر لي 3 لي بارتي كانوا ديال الطريق نورمالمون هاد اللعيبه مهمه ولكن تكون كتشفر وما كتشفرش اي هي اللي مزيانه اما دابا الياس راه كيتشفر وكيشفر كيديرهم بجوج دونك سي سكوا ديال عبد الرحيم بن دورو وصلنا للديزيام فريم لاكاسا تكون عند عبد الرحيم بن دورو وكنعتذر انكور اون فوا الناس اللي في لي كومونتير الدراري مره مدو نضربوا طلال عليكم ومصابش من باش نقراو لي كومونتير ديالكم ستيفان اوشوسكي تيقولنا اي بروميير ا كومبيان سيل فو بلي بروميير 13 بروميير اريفا 13 ستيفان هذا ستيفان اوشوسكي ديال بصح ما عرفتش Je pense qu'il parle français, donc vous êtes le bienvenu, M. Stéphane Ochowski. C'est un entraîneur, un coach de snooker. Alors, le défi, c'est à 13. On assiste à la demi-finale. On a la première demi-finale qui se déroule en ce moment entre Ilyas et Ben Doro. La deuxième sera entre Hussam Amrani et Amar Riyad, juste après celle-là. Donc, on va revenir à Oui, oui, oui. C'est pas grave parler marocain. Apparemment, il comprend. Marhaba. Stéphane Ochowski. ديكو كنحاول ندير 50-50 وصافي كومسا باش من لحقاش نتوما عارفين هاد الدراري كنكون كنكومونتي كنقرا لي كومونتير بزاف اكثر من لاطاب انت لحقاش انا صراحه كيعجبني نيشونجي مع الناس اللي في لي كومونتير دي فوا كنقرا دي كومونتير اللي انا كنستافد منهم فهمتي دي فوا كنقرا دي كومونتير زوينين دي كومونتير موتيفون ديكو كان كيعجبني نجاوب مع لي كومونتير اكثر من لاطاب وتلقى عاوتاني حاجه اخرى اخي حمزه من بعد اللعابه ملي غنمشي مساليا زوينه يلقاك كدوي مع لي كومونتير يقول لك واخا انت ما كتكومونتيش على البيا فوالا اكزاكتو وكطرى ليا شحال من مره هاد اللعيبه هادي كطرى ليا شحال من مره حتى كيقول لي شي واحد في لي كومونتير او واحد الكواعر كاع باش شتي دابا نديرو نقدر ندير دابا ان سونداج حمزه نسولو الناس نقولو لهم ما حدنيش انا وياك هنا اش شنو كتفضلوا واش الكومونتاتور يدوي على الطبله او الكومونتاتور يدوي مع ليكم مع لي كومونتير مع لي سبيكتاتور الاغلبي غادي يقول لك جوج خليني نديرهم نديرو ثلاثه ديال نديرو دي برونوستيك دابا الاغلبي غادي يقول لك بجوج لحقاش ما كاين دي فوا الناس كيسولوك وكيبغي الجواب فهمتي دونك انا نخليك مع الطبله اخي حمزه انا غادي نتخيل لو سونداج باش نشوفو الناس شنو كيبغيو ياك اليوم اليوم الفريق اليوم التفاسر ايدياس ازوكان دابا هاد السؤال هذا اللي سولتي واش بغيتي الجواب ديالو ولا بغيتي تخلق به شي حاجه انت ايدياس ابن عبد الرحيم بن دورو يطيح او فون لتحت اكوش كونسيب شي شوكي في لاغوج يحي اي ديغاجيها اي 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 نورمال الصراحه اي دي زوينه مي اوغوزمون ما طاحش ديك لاغوج لحقاش ما تغبلاصاش عبد الرحيم بن دورو تغبلاصاش عبد الرحيم بن دورو
دونك الياس هنا عنده الميليو طايحه تري بيان جوي. اي 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 الله يسمح لي على الطايحه هاد لا جورنال. كان وصلوا ل 600 سبيكتاتور تبارك الله، معنا بزاف ديال الناس. دونك كيف البارحه اخي حمزه كان النومبر كان كبير تبارك الله ديال الناس اللي معنا في لو لايف، حتى اليوم ان شاء الله غادي يكونوا معنا بزاف ديال الناس. سورتو انا كنشوف لا بريزونس ديال العمل في هاد الارينا واحد الحاجه اكسيبسيونيل اخويا حمزه. بيان سور عامر حاضر هنايا في الارينا وحاضر معنا ديجا، راه سورتو ابخي لا بوز اللي كان دار عامر افتقدناه صراحة، افتقدناه في كيلكو زيفينمون، مي ان شاء الله عامر يرجع ونشوفو ممكن راه نشوفو كاع اللعابة، ما نفقدو حتى شي واحد، كاع اللعابة بغينا يكونوا حاضرين معانا. Alors dès le sondage il est activé, تقدروا تغيبونديو الدراري. كان سولنا انه لو كومونتاتور شنو خصو يدير، واش خصو يهضر عاقلة الطبلة بوحدها اولا خصو يدير لي زانتيراكسيون مع لي سبيكتاتور. Et aussi, wesh il dit home bjouj. Stéphane, tu dis que mon club aussi s'appelle Century Club, les amis. Bonne chance, tous les joueurs que le meilleur gagne. Merci beaucoup, monsieur Stéphane Ochowski. Merci beaucoup. Et Finkin, Century Dielk. Il a dit que l'arabe, il a un chef de chef. Il a fait un homme. Il a fait un homme. Il a fait un homme. Il a dit que tu as fait un homme. Il a dit que وي سفيان سي با لا بروميير فوا اللي كنكومونتي مع حمزه. الوغ شنو كيكون المشكل هو ملي كتكون شي اوبن فيه نهار كامل، مثلا من 9 الصباح حتى 9 الليل ولا من 10 حتى 12 الليل، صعيب نبقاو بجوج في الميكرو في نفس الوقت في الوقت كامل. دونك سي ميي واحد خصو يكومونتي الاخر خصو يمشي يرتاح. اكزاكتومون هادشي اللي كاين. سينو اليوم كاين اون اكسبسيون، سي كو حمزه اليوم يقدر يكون معنا في لي ديفي كاملين، غيكون عبد الرحيم لو بروشان ديفي ان شاء الله. و جو بونس اخي حمزه 3 ديفي تسالي مع 8 د العشيه سي حاجه اللي مزيان اللي زوينه بزاف، فهمتي؟ تقدر زعما تقدر تكومونتيهم بثلاثه ولا باربعه، لحقاش ملي كيكون توت لا جورني اللي كتكون انت عارف اخي ايوب كتكون قاصحه هي راه كتاسيريها، مي راه فغيمون كتعذب فغيمون كتعذب. الناس قدروا يكونوا ما كيشوفوش هادشي، لحقاش دي فوا كاين اللي كاينين دي كومونتير نيجاتيف كما كنقولوا، مي راه فغيمون راه الدراري كنعياو ديال بصح كنعياو، لا لي زاربيتر لا لي كومونتاتور، سي با فاسيل انك تبقى تاناليزي، انك تبقى تجاوب، انك تبقى تقرا في لا طابل. عامل معنز الدراري، عامل معنز بلاني واحد الفاني دات سميتها في الدم فاس كنشربها دونك سكور 7-3 ديال بندورو، وصلنا ل11 فريم ولا كاس عند الياس قديري. عندنا اخي حمزه ديجا الريزولتا ديال السونداج 76% قال لك لي دو يلفو انتيراجير مع لي كومونتير اي ليغ لا طاب. قلتها لك. و 5% تيقول لك نهضرو غير مع لي سبيكتاتور، و 19% تيقول لك نهضرو على الطبله بوحدها. على الطبله. حنا ديفيجي غير نهضرو على عامر بوحدو ياك، ومع جالس معنا. دونك عامر حاضر معنا هنايا. مقصورة ياك ولا مقصورة؟ عامر الدري اي واحد مازال مازال في الكومبيتيسيون ما كنبغيوش يجلس معنا في لي كومونتير سي سالي. الوغ شنو لاكاس ديال الياس؟ اون كاس اللي مزيانه كيطيح فيها اون روج. عندنا 20 عام ديال البرنامج قبل اللعبة القدام اخويا، هنا 20 عام شوف واش غنبقى عرفتي من هنا لخمس سنين واش غادي نبقى كنكومونتي ولا لا. ديجا اخويا دوزنا خمس سنين في هذا الدومين دغيا داز، ما عرفتش انا بعدا كيفاش داز وامتى داز. انا اخي حمزه كنظن انا من القدام غيبانو دراري وحدين اخرين
بيان سور وبغينا يبانو دراري وحدين اخرين وبغات تقدر انت من بعد تبقى تكون في دي زيفينمون تجيب بوغ ان ديفي ولا دو فهمتيني تبقى حاضر في البيار بواحد الطريقه لايت كيف تنقولوا بالضبط كاينه ديجا خدمه حنا ديجا عندنا خدمه اخرى هذه هوايه ديالنا اللي بزاف الناس اللي ما عارفينهاش صحابنا زعما هذه خدمتنا راه بالعكس راه كتخدم دير فوق كتخدم السيمانه كامله وكتزيد الويكاند حتى هو كتصبح نهار اثنين خدام راك راه سي با ايفيدون ان شاء الله الدراري نتمنوا نشوفوا سميه جداد في لي كومونتير ورا لي ميكرو سينو بالنسبه للفكره اللي قالنا الصديق ديالنا ديال تصادف اللعابه ديجا دارها طريق المساوي بدا فيها يقدر يديرها حتى الياس ويقدر يديرها حتى عبد الرحيم دابا راه بدا عبد الرحيم كيصادف اللعابه هنا اخبار كان عندي كان عندي افكار بزاف اخي ايوب ما كنلقاش كيفاش نديرهم الوقت حيت الوقت ماشي كاينش ما كاينش فهمتيني كاينين افكار بزاف مي الوقت ديالهم صراحه ما فريمون ما كاينش ما كتبقى فكره زوينه بيان سور سورتو الفكره اللي دار طارق مساوي انه بدا باناس خدمي ديجا واش مشى عنده 16 ولا اناس اللي جا عنده مشى عنده 16 مشى عنده 16 دوكو خصك الا بغيتي دير بحال الشكل ديال بودكاست ياك تقريبا وي بودكاست خصك دير بلاصه عند لو جوغ المدينه ديالو بيان سور ولا الكلوب اللي كيعمر فيه هنا باندا ميليو عند الياس قديري الوغ هنا كنظن هاد لي مومون هادو خي حمزه جوج ثلاثه د لي بارتي هادي والجوج لي موراها غيحددوا لينا واش غنشوفوا دي في اسانس اونيك غيمشي اي سالي دغيا اولا غنشوفوا الديفي اللي غادي يتزير ايماجين دابا لي تخوا بارتي ياخذهم بندورو نشوفوا عشفال ثلاثه تقريبا نسبه كبيره سالات ايماجين الى الياس رجع في لو سكور وشفنا واحد 8 ل 5 ولا 7 ل 6 غادي يبان لنا ديفي اخر دونك فهاد لي هاد لا بارتي بالضبط وجوج لي بارتي اللي موراها مهمين بزاف الله يسمح لك اخي اخي وليد هو انا نستغل الفرصه باش ندوي على داك لو مالونطوندو اولا شنو الحاجه اللي دارت لو بوز في داك البودكاست انا عرفتها اخويا تقدر تدوي عليها لا انا غندوي عليها انا ندوي عليها ندوي عليها اخويا وليد جيسبيغ يكون طريق انا تخدم محتوى معنا غادي ندوي عليها وباش نشرح الفكره اللي بغى يقول لنا انا تخدمي والفكره اللي بغى يقول لنا وليد ولا بزاف الناس اللي انتقدوا داك الهضره انا تخدمي لو خدمي شنو قال اخي حمزه قال لك انه بلي ستاتيستيك مدينه سطات هي اكثر مدينه خدات لي تروفي بارابور لو نومبر دو جوور شنو دار انس خدمي تيقول لك سطات فيها ثلاثه ديال اللعابه مثلا جابوا 30 تروفي لسطات وي تيقول لك كازا فيها 200 لاعب جابوا 1000 تروفي سي فري 500 منهم ديال العامر وي ولكن اون نومبر اون تيرم دو ستاتيستيك لو نومبر دو جوور بارابور لكل مدينه سطات عندها ديك النسبه اللي طالعه ما بغاش يقول لنا انس انه راه ستاتش فيها دي شامبيون كبر من عامر مثلا يقدر يكون ما عرفش يوصلها زعما انس هو الفكره هي هذه كيفاش تفهمات تقدر تكون كان مالونطوندو دونك انس داكشي اللي قال ما خطاش فيه راه صحيح عنده انه ستاتش النسبه ديال اللعابه بارابور لي تروفي هي اهم نسبه كاينه في المغرب مي هذيك ستاتستيك واش هي اللي كتخد اون كونسيديراسيون ولا لا امون افي لا حيتاش بور مو البيا سي ان سبور انديفيديوال ما كيتحسبش بالمدن كيتحسب بلو جوور بلو جوور اكزاكتومون سي فري كاينين دي جوور كبارين في 16 منهم خدمي والشرفي وبوشان مي عامر كيبقى طوب وتابيت كيبقى طوب ومسكين كيبقى طوب وبوشعيب كيبقى طوب هذا جو بونس هو المالونطوندو اللي كان اخي حمزه انا سدد القوس ما نساوش مدي الزواق اللي كنقدم ليه تحيه كبيره مدي الزواق اللي مي دوماج ما بانش في لي غون زيفينمون ما بانش فرق مدي الزواق قطع شي عامين جا ودي اوبن اماتور في جديده في مازاكون شكون كنتي حاضر فيها ايوب لا ما كنتيش حاضر فيها صافي عاود غبر عاود تحية لمهدي الزواق الدراري ديال 16 كاملين ياسين زرعوني ياسين بلامين اه ياسين بلامين سلاوي اخي حمزة لا هو سلاوي ولكن حاليا مستقر في 16 فهمتيني لاكارت ناسيونال عندو فيها 16 ما كنظنش فيها فاسلة بحال تابيد دابا جواد تابيد دابا كيبقى فيها الحال داو لنا الرباطيين جواد القط الله ديال الرباط شي هاد المسالي اللي كنشوفو دابا اخي حمزه المسالي ديال الحمار ماشي عاديه راه واحد تبارك الله واحد الكوريكسيون غير طخو الكره الاولى صعيبه انا شي انا بدي غيكت ويخرج ياك ما يلعب كوريكسيون زعما ينوضها انا عندي غيكت يخرج تري بيان جوي عبد الرحيم بن دورو لويتيام بون
هنا عبد الرحيم من دورو كان شرا راح شوف الديف هذا شرا راح شوف هاد ليكار هذا لحقاش كون كان فريمون ديفيسي غير ما يكونش من دورو لاعب بهاد لو نيفو بهاد الراحة هادي. خليل بقى لنا التوب 5 او ماروك سلون فو ما بردك بغيك لك احسن كومونداتور البيات سونداج ما صالح لوالو شكون؟ ما صالح لوالو خويا بدر. شوف كيسيون دي كومونتاتور راه شوف هي هواية مي او ميم طون ماشي اي واحد يقدر يديرها ولكن راه كيبغى كل واحد لو ستيل ديالو كل واحد وطريقته اكزاكتومون خويا وليد كيف قلت اخي اخي ايوب كله طريقته كله طريقته في التعليق كله طريقته في قراية ديال الطبلة كله طريقته في زعما في كيفاش كيرياجي مع لي كومونتير وكل واحد من حقه يقول انا كيعجبني فلان في التعليق فلان في التعليق غير هو ما يكونش داك ما اتاكيش لوتر بيرسون اكزاكتومون انا ما شو انا شو با كونط شي واحد كيقول لي كيعجبني وليد ولا كيعجبني ايوب ولا كيعجبني عبد الرحيم لا ولكن ما تاتاكيش لا بيرسون كيف ما قلت ايوب اولا تقول لي حيد انت وعيط لفلان ولا لا حنا بغينا فلان لا حنا كونط هاد اللعيبه هادي لحقاش الا بقى غير واحد اللي كيكومونتي في المغرب كامل راه ماشي صالح البيع لحقاش داك الواحد واحد النهار غادي يعيط ضروري من الاختلاف دونك رجعوا له دايفي اللي عبد الرحيم فيه في عبد الرحيم بن دوربيا السوق مرتاح الوغ حنا غنعاودو سدينا السونداج ديال الكومونتاتور غنعاودو نحلو لو سونداج اللي فيه افوتر افي شكون غيكون لو غانيون واش بندودو ولا الياس اولا نديرو ان اوتر سونداج واش غيكون ريمونتا ضد الياس ولا لا ياك حمزة نديرو اسيدي نديرو ريمونتا ضد الياس ولا لا تبضعو سونداجات اليوم اخي حمزة اي سؤال عندك نحطوه صراحة صافي بليزير انا الله الا هاد الويكاند في خبار كنت كنقول غادي ما غاديش نديبلاصا حتى شي بلاصة نبقى في الدار في كازا مي الناس ديال السانتوري بيان سور كيف ما كيقولوا ما تقدرش ما ديبلاصاش عندهم عفنا الياس عنده لا مان عنده فرصة غزل تسافو تقول لك انا بالنسبه لي احسن كومونتاتور هو وليد حويطي حتى انا بالنسبه لي هو احسن كومونتاتور اخي غزل لك هو تصرفق ايليا سفير انا ما متفقش مع غزل انا بالنسبه لي وليد هو احسن جوار في المغرب لا جوار وكومونتاتور و مول لا بانان فهمتيني مول كلشي وليد كيقول لك الشملاوي تيقول لك كدوي عليا انا وي عليك انت اخويا وليد علاش ما ندويش عليك انت سالت انت علاش نو نشوفو هنا الياس الياس انا خرج للميليو يزيد دوش يلعب الميليو كوم سا يدفع يبقى الميليو ادوات انا ما عندوش في نوتر سوليسيون انه يدفع يبقى الميليو ادوات ولا يخطف خطيفة صغيرة ورا ويبقى الاوفون فوق على اليمن ما كيبقى الميليو ادوات يا ما بقى لا هنا لا هنا لا كيبقى الميليو ادوات ولكن خصو يضرب في الباندا الفوق ما يتحكمش في الغوبلاص شوف انا نقولك شغادي شوف نشوفها من هنا صعيب انه يوقف مزيان لي روج يقد يعطي الجهد ويتسنو كامور لاجون والكحلة لا عطا امورتا شويه مزيان تيبقى ميم اوفون زوين غير تخرج رجع للميليون نسبا اوفون الاولى اي بدر بشري الله يجيب لك الشفاء اخويا بون ايتابليسمون ان شاء الله تنوض بالسلامه دونك الياس قادر هنايا النوار ديال الكاتريام بون بيان جوي سكور كيولي 8 4 انا لا دو جوغ جو كرو ياخذ اون بيت بوز ايوب ابري 12 البارتي لا فريم وي غادي ياخذ لا بوز ياخذ لا بوز ديالهم واحد 5 مينوت ما رجع معاهم دونك 5 مينوت دراج دونك نكون ندير فيلم تشوش بعيد ميرسي بوكو
لي زامي رجعنا نكملوا معكم لو ديفي ديال عبد الرحيم بن دورو الياس قاديري بيان سور بمناسبة لا ديمي فينال بيان سور تورنمنت وصلنا للدوزيام فريم لاكاس عند الياس قاديري إلياس هنا كي كاسي كطيح حمرا في لاكاس لو شوا دي كولور عند إلياس لي جون لي روج صراحة لي جون ما بيونش أو لا بلوتو لي روج ما بيونش محجوب قلنا كان عليهم يلعبو عزيز و إلياس يحكم تحية محجوب الطاودي حاضر معنا في لو لايف دونك لو شوا دي كولور الياس قديري اش بان لكم الدراري واش كاين شي ريمونطاد ديال الياس ولا والو شوفوا الناس اللي حاضرين كيتفرجوا معنا واش بانت لهم كاين ريمونطاد ولا لا واش غادي يرجع الياس إلياس قديري كونفيرما لي جون هنا أمين كنا جبونس با رشيد وطني شي ميكس صحيح شي خويا رشيد حمزة قلنا اليوم ما جاش إلياس جا خوه شعيب قلنا لا والو نا بندورو ما عندوش مشاكل كثار في لاطاب صراحه عنده اوفون تحت اكواش طايحه عنده مشكل هنا في لاغوز كاين حتى لي جون دو جون واش يخرج لها دابا يشوكي دونك شكون لاغوز ديزا اوفون تحت اكواش دوك غادي يحيد عليه لا تخوا غوز اللي كاينين الفوق يضرب اوفون فوق ادغوات غير تخو او فون فوق ا غوش تقيله يعاود يضرب عاوتاني او فون فوق ا دغوات يبقى لا ديرنيغ في روج او فون تحت على اليسار لا نوار ميليو دونك مساليا على بورتي نقدر نقولو 9-4 مسألة وقت شعيب قالك راه ماشي الياس اللي ما جاش راه بندورو الشامبيون بيان سور بندورو كيبقى بطل كبير كيبقى بطل كبير وحتى هاد الماتش كيبقى اون اكسبيريونس بوغ الياس مازال الوقت قدامو الياس واخا طويل راه باقا صغير في لاج الدراري زعما بارابور غيكون فرق كبير في لاج ما بين بندورو الياس قدير دونك هنا عبد الرحيم لا ديغنيغ روج اوف وانت تحت اكوش ستوب شوط ولا دفيعة خفيفة اي 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 نورمالمون علاش قلت فيها خفيفه باش ما يتسموكاش بحال هكا الطوب شوت كان خصو يبقى لانوار ديالو ميليو هنا بندورو كيتسنوك على لانوار كيتسنوك على لانوار عبد الرحيم نشوفو شنو غيدير واش يلعب باندا خاوي طالون عند ميليو هي اللي بقات عندو او كيدير فوت كيدوز خاوي كيدوز خاوي عبد الرحيم بندورو الياس قديري بيوم دونك عندو فوت حبو شون فيما بغا في لاطاب كيف ما كنعرفو الياس المشكل ديالو غير كيتعصب ويخرج من الطبلة وا صراحة كاع اللعابة كيبداو بحال هكا سي با ايفيدون انك تميتريزي اخويا الستريس ديالك والعصب ديالك فاش تكون لاعب فهمتي الا كنتي اون بيغسون كي نو ميتريز با لو ستريس ديالها وكدا راه كتولي ساهل انك تخسر وصعيب انك تربح
لحقاش شكون اللي كيربح في البليار اللي تكنيكمون مزيان واللي مونطالمون واعر. اللي كيكون مونطالمون واعر راه هو اللي كيمشي بعيد. دونك هنا الياس قادري وحاجه اخرى في البليار انا كنفضل تسبق تكنيك هاد باش دوز للمونطال. لحقاش منين كتولي تكنيكمون واعر كدوز المونطال كتبدا تخدم على المونطال ديالك بشوي بشوي، ميمكنش المونطال ديالك تخدمو في مرة، تولي مكتعصبش، برودة الدم، إلا لعبتي مع شي واحد كيفما كنقولو في الدومين ديال البيار موقش قيج، ما كيبقى يدي منك لا حق لا باطل كيفما كنقولو، كتولي تخي كالم في لاطاب، الشوز اللي كتخليك بيان سيغ الغوندمون ديالك كيكون طالع. فهاد تحق بيا اونكور اون فوا ايوب باش يكمل معايا لي كومونتيغ على هاد المقابلة هادي. دونك الياس قديرة ايوب داخلة على سانكيام بوا من لاكاس. لا بندورو كان داخلة لاكاس راه كاين الكحلة من لاكاس نطيح حمرين طيح حمرين كاملين في لاكاس وشاف لي جون خايب بيان جوي معليش أغنى إلياس خطيفة ما خرجش مزيان إلياس قادر يطلع على ميليو فيها الريسك هذا إيه ولا هو؟ هو بيان سور فيها الريسك فيها شوية الريسك ما غيلعب من تحت سيغمون غيلعب في الباندا اللي قريبة علينا ونشوف هنا الياس ولا نواف او تري بيان جوي ما خلاش لي ريسك يكونوا كثير اخي اكزاكتومون اكزاكتومون شو ما خلاش يوصل للمليون باش يطيح. دونك السكور كيولي 8 ل 5 اشنو نعاود نسول الدراري كاين ريمونتاد ولا ما كايناش شوفوا الريزولتا ديال السونداج وي دير فيه الريمونتادا وي هو اللي بقى معاك شوفوا هذا هو الريمونتادا 70% ديال الناس كيقول لك لا انسى و 30% كيقول لك اه التوتال اللي قالوا ما كاينش ريمونتادا 267 واحد 267 واحد وي و 114 قالوا وي كاين ريمونتادا اش بان لك 114 اللي عندهم الحق 115 حتى انا كاين ريمونتادا ايوب تاهو كيقول لنا كاين ريمونتادا دابا حيت بغينا نقول لك انا الياس شفنا بزاف د الماتش في لي ديفي ديما ابخي لي بوز تيكون مزيان وي بندورو عاوتاني بالاكسبيريونس كنا شفناه مع المسكيني شفناه في كليرنس مع الشوفي في مؤخرا في بريتيش بحال في لي ديغني مومون بحال كيترخاشي شويه كيلاشي دونك هذوك الحاجات اللي محتاجين باش تكون ريمونتادا راهم ممكن يوقعوا ممكن توقع ريمونتادا هنا الياس عاود لاكاس الوغ اون طابل كومبليكي هنايا بالنسبه لبندورو يلعب ان كو ديفونسيف يصنف كي الياس على لي جون ديالو كاملين باقي لا شوف لا طاب قالك كيجي الفرح طاح داوي ناس يوفو يعرف كي نوض يجي كي نوض يعاود يجي وما كياكلوش بقى يجيبو يحطو حدا
دونك هنا ايشونج ديفونسيف ما بين بندورو الياس. دونك الياس واش كونفيرما الحمرين جو كخوا ديجا مي كونفيرما لي روج الياس. انت اش بالك حمزه كاين هذا المنتظر ولا ما كايناش؟ دابا بغيتي نجاوبك بالعاطفه ولا نجاوبك ب شكون شكون باغي يربح العاطفه؟ اجي نجاوب بالعاطفه نشوف. نجاوب بالعاطفه نقول لك كاين راه مونتاج. علاش بغيتي ريمونتادا على قبل كرياسيون كود الياس ولا حيتاش ديما كتفضل واحد اللي لا ديما كنفضل ان ريمونتادا تكون في ديفا ديما كنفضل ان دابا كون الا جاوبت بالعاطفه ديالي شنو باغي انا ككومونتاتور ككومونتاتور لا بيلو ريمونتادا باغي تشوف. مي الا جاوبت باللوجيك اللي كنشوفو دابا ما كايناش ريمونتادا وصعيبه بزاف هادشي اللي كاين. والسكور 8-4 ولا 8-5؟ 8-5 ديال الياس. 5 5 بوان اللي خدا الياس المره وي وي 8-5 جو كخوا كان 8-4 في لابوز. دونك هنا بندورو كيطيح البوشون وسام مرحبا انا 8-5 راسبادور فولتيرا 8-5 عبد الرحمن 8-5 سامي تيقول لك ما عجبتش الهضره اللي قال الياس في الفيديو ديال تستافوت. اخويا شي نقول لك اخويا اسامه ان تستافوت فرحان بزاف بداك الفيديو وهذاك الشيء اللي كان كيكتبوا تستافوت في لي كومونتير الياس دارو في الفيديو يعني كل واحد دارو في الموقع ديالو. مي كيبقى واحد الفيديو اللي زوين تستافوت والله الا عجبو الحال. ميم البارح تستافوت كان معنا هنايا كونكي ما عرفتش علاش كدويو دابا نتوما الفيديو اللي دار الياس على تستافوت الديكي ديال لعب مع شي ديفي دابا لعب مع ديفي هنايا والياس كيفاش نقولوا شد تستافوت مزيان في ذاك الفيديو اوكي واحد البارتي بقى كيسنوكي فيه تيقول يلاه زيد مالك الباندات فهمتيني بقى شاد فيه مزيان. كاين الدراري اللي جاتهم بحال شويه ناقصه بقى في بحال طيح منه زعما ولا تستافوت بالعكس عجبو الحال. واش تعرفوا تستافوت زعما لو دومين ديالو هو الولاغ هو الارتيستيك اكثر واحد كيتقبل لو ساركاز ما فريمون شي تستافوت تعاشرو فنان هو تستافوت فنان في كل شيء دونك الفيديو عجبو واخا خسر ما قالش ليا بغيت نعاود معاه قال لي لا خليتها يدوز الوقت صافي سي بون تم بليزير تقبل الخساره وصافي حيت ما يمكنش ديك اللعب لا راه ربحني واحد يلاه بدا ولا شي حاجه. الواحد خصو يكون عندك الروح الرياضيه غير هو مثلا انا كنقولها زعما اكيد جات في الهضره مثلا يكون لو ريسبي مثلا انا ربحت واحد اللعاب اللي قبل مني ديما خصني نبقى نحترمو قال البطل الكبير وقال يلاه تكلي في الالتيميت بزاف الحوايج لا ما كندويش على لوكا ديال هذاك لو مومون جينيرال لو ريسبي بيان سور كاين لو ريسبي خصو يكون بيان سور الان جوغ اللي قبل منك ولا لحقاش كتبقى ديما كبير في عيني فهمتي. هنا كنشوف بندورو كان باغي يفك يمكن مي هوزمون عنده هاد الصفرة قريبة لنا ديزا اللي لعب من الفوق يضرب في الفاندا كنظن غتولي ديزا في الميليو الاخر ديك لا جون ما خرجش مزيان بندورو ماشي هادي الخرجة اللي كان باغي. انا كنطلب من لابيت خمس عليه بوشون الكيك دونك هنا خاص رازاج كومبلي وواحد ليفي سبيسيال كوم سا باش يمشي شوكي ليجيرمون في الصفرا باش يبقى طايحه ميدو. هنا كنظن ممكن يلعب حتى الباندا الاولى والباندا الثانيه لعبها من الفوق الباندا الاولى اللي قبل ايزيك باكي زعما فوالا ايزيك باكي تاهي بلان تاهي بلان جوبونس غادي يجي غادي يدير ويخرج اوف انت اوف لا ما تنساش الله ما تنساش بقيت كنشوف في الفيديو بقيت كنشوف في الفيديو اسالي تخي بيان جو عبد الرحيم بندورو خريجه زوينه دابا عنده باش جو بونس ميم يشوكي في الحمراء باش يتغوا بلاصه سينو من التحت غير تخوي فراني بديك الحمراء حنا ديزا في تخو كاملين للفوق طبعا بقنا قال لك الله يكبر بكم غزال تاع السافر قال لك الله يكبر بكم الدراري ولكن راه وليد الحويطه هو احسن كومونتاتور في المغرب اخويا حنا راه ما قلناش العكس راه وليد هو احسن كومونتاتور في المغرب اش ما كاين حتى شي واحد يقدر ينكر هادشي الكتاب ياك اللي كيكتبوا اللي كيكتبوا طيب يا جو هنا يا عبد الرحيم بندورو اللي كياخذ 9 بوين سكور كيولي 9 5
يس ميساج اوف. ان شاء الله الدراري ابارتيغ دو 15 غادي يكون عندنا الماتش لا ديزيام دومي فينال اللي غتجمعها من الرياض وسام تشيكو. عبدو ونجار على قولنا علاش اعتزل الحلو، واش غادي نشوفو الدراري كاملين كيعتزلوا اخويا الحلو يوسف؟ خويا عبدو انا نقول لك اخويا يوسف الحلو كيسمع، يوسف الحلو ما اعتزلش غيرجع. ايوا قلقاتو شي حاجه بغيت يرجع يلعب معاك. لا قلقاتو شي لعيبه ولا شي جاز داروا معاه شي واحد صافي. هذا ماشي هو اول اعتزال. ديجا اعتزل الحلو. شوف الحلو سي كيلكان اللي كيبغي البيار بزاف، دي فوا كيقنطوه، دي فوا كيقنطوه. كيعيا من شي حاجه، خليه يمشي يدوز لي فاكونس، من بعد غيجي يكمل. كان خاصو يقول لي بوز 3 مو بحال عامر. لا هو راه ماشي دار بوز، هو راه صافي راه ديميسيون. شوف الشيء الحلو اللي اعتزل نعيطو دابا نقول الخميس لعب تشالنج يجي. لا هو قال لك تشالنج عم قلعبهم فهمتي، قال لك دابا عندهم مشكل في كوتيزاسيون، هو قال لك تورنوا فيها كوتيزاسيون. اسباب دينيه. اسباب دينيه. هو دابا في سانتيو كنديروا لي دغوا دونتخي ما كنديروش كوتيزاسيون. شي حمزه اللي دوك لي دغوا دونتخي. وي. هما ديال الستاف. اوكي ماشي كيلعبوا عليهم لي جوغ. هذا حتى هو هذه هضره اخرى عاوتاني لحقاش هذه ما ردتش لها الباب. انت قلت لا سي سي الكلوب ما ردت لها الباب، كيعطي الكلوب بعيد كل البعد على ان كوتيزاسيون تجمع و لي جوغ يلعبوا على دوك لونسومبل ديال لي كوتيزاسيون. اوكي مي سا ايتي لو كا حتى في التورنوا الاخرانيه الاولانيه بروميير اديسيون. وهذاك لو بري شكون كيعطي الكلوب؟ لي سبونسور. دونك هنا الكولتور ديال السبونسورينغ هي اللي ولات كاينه هنا اخويا حمزه. دونك حتى دابا ليفينمون دوزيام اديسيون اولا هذا ميم لي سبونسور اللي دايرين لهم لا بوبليسيتي في ليكرون هما اللي عطاو لو توتال دي بري. وانا الياس نقولوا غادي مزيان في المسالي ديالو. وانا الياس كيف كيدير ليرور هنا الياس كطيح بوشون كيعطي نوتخ شونس عبد الرحيم بن دورو. دونك هنايا بندورو تري بيان جوي كيخرج للميليو، باقي عندهم مشكل في لي دوغوج تحت بعضياتهم. اش بان لك اخي ايوب كاين على المنطاد يحاول يخرج؟ لا ما كنظنش انه كاين على المنطاد. مي هنا لا بلاص ديال عبد الرحيم بن دورو كتخليني نشك غيضرب في الباندا اللي غيضرب في الباندا اللي اغوش وغادي يرجع. وي او شوت 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 الجواب ديالي هو ما كاينش ريمونتادا. جاوبك عبد الرحيم بن دورو في هذا الكو هذا دابا يلعب من الفوق يشوك شويه في الحمراء مع تبقى طايحه. دابا
انا كيطول باش مي شوكيش بجد في الحمراء ويقتلها، يحاول انه يدردب. انا واخا تموت المهم هو يبقى مغوبلاصي ليها. آه. تبغي ماتت ولكن كتبقى طايحه، ما كتبقى لك حلا طايحه في البوكامي. قلنا لا ديغنيي غوج عند عبد الرحيم بن دورو كيخرج لادوار ديالو ميليو تخي بيان جو عبد الرحيم لانوار ديال لو ديزيام بوان. فوالا السكور فهاد عندنا كيولي 10-5 5 بوان ديكار. رشيد زيدان قلنا 13-6 فلاش باك. يوسف عيتوني تحياتي. دونك هنا الياس قادر نقدروا نقولوا غادي يدخل مع الصوت ديال ديال لافان ديال الديفي ديال الخساراوي ديال الخساراوي. لو هضرنا في السوجي ديال يوسف الحلو، انا ما كانش يوسف الحلو يكون معنا، يقول لنا شنو قلقوا والله ما كرهتش نعرفوا علاش اعتزل. ياك اخي حمزه يوسف الحلو كيبقى واحد لا بيرسون اللي كيعزل عليه البيار بزاف، عطى بزاف رياضات البيليار اي اون ميم طون سبونسوريزا بزاف ديال لي جون طالون في لي غران ايفينمون في المغرب. كان حاضر معنا في لينوغوراسيون ديال سانتوري ومازال غيكون حاضر معنا في دوطخ تشالنج دوطخ ايفينمون ان شاء الله. و حنا غادي نبغيو نعرفوا السبب اخي ايوب، مي واش الحلو غادي يبغي يبارطاجي معنا السبب زعما لو فري لو فري لا فري كوز ديال انه معتزل، واش يبغي يبارطاجي معنا حنا كانسان حنا كمعلقين حنا كخوتو، واش يبغي يبارطاجي معنا يوسف الحلو زعما السبب اللي خلاه انه يحبس؟ لحقاش كل واحد كيكون عنده سبب، مثلا اي واحد نهار غادي يعتزل او نهار فاش كيدير بوز، عامر فاش دار بوز ديال 3 موا راه كان عنده سبب، يعني شي سبب يقدر لكم ما تبارطاجاش، مي الناس اللي قراب ليه راه عارفين السبب. بالنسبه ليوسف الحلو يقدر بارطاجي معنا هنا، يبغى يبارطاجي معنا اون بريفي ما عندناش مشكل، حنا زعما نستقبلوه ونهضروا معاه ونشوفوا شنو هو السبب اللي عند يوسف. بيان سور راك خونا وعزيز علينا، سينو راه ما كناش غادي نهتموا كاع بالموضوع. الوغ 10 ل 5 5 لي بوان ديكار، مازال ما شفناش 5 بوان ديكار اخي حمزه. 5 بوان ديكار في الديفي اول مره، لا اول مره شفنا 8 4 8 3 كانت 8 3 وي كانت 8 3 دونك لا دوزيام فوا اللي عبد الندورو كيدير لي كار ديال 5 بوان. الياس في هاد الطابلة هادي اون طابل كي كومبليكي، هو عندو لي جون لا جون طايحة، مي باغ لا سويت من الأحسن يشوكي في الحمراء. إلا شوكا في الحمراء يقدر يصيفطها تجي تصفر، ما شوكا في والو. علاش غادي فيها من بعد الكحلة؟ وياه مشكلة هادي، دايزة في الميليو الفوقاني ولكن دايزا في مليون ميم صغيرة باش غادي يخرج ليها ديك مليون الفوق عندي كو دابا هنا خص يطيح اوفو تحت اضواء. تنا الكحلة شوف الصفر بعدا، هو الصفر كيبانو ليها طايحين، خاصة السي الياس نقول لك الفكرة اللي عندي شناهي اخي حمزة. الا بالصفر ديال تحت على اليسار ومن بعد لعب هذيك اللي حداها كوريكسيون مع الحمراء اللي لاصقة على الانوار. هذه الفكرة اللي عندك ولا اللي عندك؟ هي عندي وكنظن الياس غيلعبها. انا ما كنظنش الياس غيلعبها. آه شوف غيخلي بوشون لا صافي ما غيلعبهاش. لا راه هي كوريكسيون. لا راه ماشي كوريكسيون، راه ديكاجا هو راه ابخي كونتاكت مع لاجون. الياس عنده فكره احسن، فكره زوينه بزاف ديال الياس. وي غير هو الحمراء واقيلا هي مشات فيغ لاجون ما خلاتهاش ديزا ميليو. حنا هذا صعاب شويه مساليه، مازال صعيبه مساليه. تيبيرات لانوار مي ليجون وحده من ليجون بلوتو تعم بارطاج. انا ريترو على الله، هذا هو اللي سميتو ريترو على الله. كان باغي نضرب ريترو ونتمنى نخرج. كان باغي يبقى الصفراء في الميليو التحتاني. فوالا ولكن راه ضرب ريترو مجهد شويه هنا الياس. من الاحسن من الاول يلعب ريترو باش يطيحها لتحت على اليسار. ماشي في الميليو. الياس شنو غادي يدير؟ يلعب اوفون تحت على اليسار. بوشون فين غيمشى الياس بوشون؟ أوه لا لا هذا الياس كيجاوبني. اسمح لي يا خويا الياس، اسمح لي يا خويا الياس، ساليه نقيه، ساليه نقيه تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك.
الطفله كانت صعيبه بزاف في الاول. وي خرجها خرجها خبيره جويه يس. دونك السكور في هذه الاثناء كيولي 10 ل 6. كرا ريكوفرابل اوف بون تاعت اغوش افيك اون بلاس اكسترا اوردينير. لعب جوج ديال لي كو اكسترا اوردينير اخويا. 10-6 حسامة ديال بندورو. بندورو كيضحك معانا. بندورو اللي جالس حدانا هنايا. شي قول لنا الياس. جوج. راه داكشي علاش ملي كتكون لاعب مع لاعب كبير ما كتكونش ما كيكونش عليك الضغط بزاف. علاش كتبرا مع لاعب كبير ما ديما نخسر خسر صرا وهذاك ربح صرا راني درت انجاز. دونك هي دابا كتحس بيه لاعب نفس الى غلط راه ماشي ستريس مي بلوتو مونك دو كونسونطراسيون. اكزاكتومون صاحب الحريه قال لك بغى يلعب معكم بجوج قال لك لا كان كيسولنا ان كاميرا كان بغي كان باغي يقدم تحيه للناس اللي حاضرين كان كيسول الا كاميرا خدامه شي واحد ولا جوج. اقنع الياس قادري خرج المساليه ديالو وي الوغ عندو الصفره دايزه لتحت على اليمين ابري خصو يلقى اون غوبلاص اولا يمشي شوكي في الصفرا اللي كاينه وسط الطبله كنظن غادي يمشي ليها. هنا تيغلط الياس يقدر يريكوفر بالفوق ولكن ما خصوش يطيح كاع الفوق اصلا خاص الفوق هي باش يخرج لرا. ولكن شفناه اليوم دو فوا كيرازي كواري كيجيبهم مزيانين مثلا الصفرا اللي قريبه اللي يطيحها هنا لتحت على اليسار صعيبه بزاف كيرازي اوف وانت اكوز زعما يضرب في لابون يبقى الفوق هذا. علاش كنقول هكذا اخي حمزه حيت لاحظ هذيك الصفره اللي بعيده علينا اول حاجه اون شيفالي وعنده اونجل من لو موفي كوتي يضرب من الفوق يمشي شوكي في لي روج يخسر لي روج يقدر يتسنوك ويقدر يخسر الكحله كيف ما قلتي ويلعب الفوقانيه من بعد يجي لهذه اللي لتحت الغو بلاص الكحله تولي صعيبه بزاف. باندا اوفون كايناش وهي كاينه الباندا اوفون وغادي بلاصه لي ما غاديش يلقى اشكال في الباندا اوفون الفوق اللي الفوق اللي من ما يلقاش اشكال في الغو بلاص دي بوشون ولكن هادشي اللي غادي يدير هادشي اللي غادي يدير باندا اوفون. وي او لا 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 لا, لا زوينه زوينه مي هنا بحال قلتي لعب اللعبه اللي خصها تلعب او ميم طون امباكت شي شويه بندور انت يقدر يعطل المساليه ديالو شويه. تسافوت قلنا دوبلون بوش الحمراء بعيده بزاف على التخوا صعيبه صعيبه هنا بندورة بدا ياكل في الفريز طيح اوفون تحت الضغط اي نقية ضربة ضربة انا مخبر كنت توقع شنو شي يخرج عاوتاني للفوق انا قلت غادي يبقى هنا حيد عليه لي دو بيغوج اللي كاين هنا هذا باش يطلع للفوق بونس لونجل ما كانش عندهم مزيان تكري عليه لونجل هنايا طلع ديسيزيون انه يطلع لي تخوا غوج اللي كاينين بعد علينا الصالون نوار شافين كاين في لو كوتي الفوقاني ديكو شنو لا ديرني غوجي خلاها هي قال قريبه لينا دغوات ولا انا كيلعب انا ان كو ديفونسيف و ان كو داتونت يقدر يجاوبو ايديا صح خلا لي لونغل بافي باش يعاود يسنوكي يقيس في الصفرة يعني ما قلم سنوكي على الصفرة اضغوات واقعي دونك الياس قادري
شوف شنو يدير في هاد لوكو هذا. بونس لو نورمال هو انه يجاوبو بان سنوك، سينو واش يدخل على باندا ميليو يدفع من الفوق ويخرج لا ديغنييغ جون. صراحة ما كتبغيش هي الصفرا كيفاش دايزة، زعما واش دايزة كاملة ولا دايزة مرازية؟ إلا كان دايزة مرازية عاود يسموكيه ورا لانوار. فوالا هادشي اللي غادي يدير إلياس قديري. حنا بندورو واش دايزة عندو شي حمرا ولا مدايزاش. سوبر على غلط بندورة خي ايوب غادي يخلي مسالي الالياس شي بالدورة. كنشوف بندورة اللي لعب مثلا الباندا اللي على اليسار الفوق يقاس شي حمراء من الجهة اللي بعيدة علينا، البوشون يمشي اوتوماتيكمون مور لانواغ. يعني كاينة امكانية انه يدير ان كونتخ سنوك او لا يلعب بتيت بوند يبلاصي لا جون اللي الحمراء اللي قريبة علينا، لكن هنا هذا هو لوكو لو بلو ريسكي. ايوا حقاش اللي لعب هاد لوكو هذا غادي يخلي لي دو جون دايزين. ندري دوك لي كومونتير اللي ناقصين راني حيدتهم، الا شي حد عاوتاني دار شي كومونتير ما هوش سمحوا لي، زعما يبقاو غير لي كومونتير مزيانين. دراري يبقى له غيسب الله يخليكم في لي كومونتير. دابا حمزه دابا انت واحد الحاجه تكون حسيتي بها دابا وي دويتي على الياس مزيان، راك كتجي من صاحبك ماشي محايدين اسمعني، ولا ما دويتيش عليه مزيان ولا انيوغيتيه شي شويه ما حاملينش الياس. شنو بان لك اخي حمزه شنو خاص يدار في هاد الحاله هاد؟ شوف ما عمرك تقدر ترضي كلشي. غايه الناس الناس غايه لا تدرك. ما عمرك تقدر ترضى كلشي فهمتي، لحقاش شحال ما درتي شحال ما دويتي شي دويتي بقيتي كدوي بزاف. نقدر نقول لك شي واحد صدق فينا اخويا اسكت كتي يقول لك شي واحد كومونت اخويا راك سكتي واش فهمتي. ما يمكنش ترضي كلشي. جيتي من ما نقولوا جيتي من الياس كومونتيتي مثلا شكرتي الياس واحد شويه أكبر. اه جاو من الياس شكرتي بندور وما حاملينش الياس ديكو حاول بجوج حاول دير داك الشيء. شوف انت كومونتيتي هو يخسر انت هو السبب. حاول دير داك الشيء اللي انت مقتنع به فهمتيني، تكون كيف ما قلتي تكون نوتر. بيان سور راه كاين اللي غادي يدوي لك مزيان كاين اللي غادي يدوي لك خايف. بندورا يطيح الصفرة بحمراء يضرب الباندا الفوقانية ويسنوكي الياس على لانواغ. هنا الياس عنده امكانية ديال اون باندا خاوية. شوفوها من هنا شك اخويا ضربتي بحال هاد الباندا ايوب خاوية ضربتها على الحلو. كروسيبل جو بونس وي جبتها جو بونس وي. الا هذيك انا قلت له شوف انا شوف الحلو انا دابا غادي ندير دابا غنتصور عليك غنحط لاكان هنا وغنرازيها وندير بول مومنت. قلت له شوف لا هي لاكان محطوطه حطيت لاكان وانا نزقلها زقلت الراس وضربتها طالون راس طالون اخر. محمد امين الشراق تيقول لنا النيفو ديال الجيم زوين وديالكم اوسي تبارك الله عليكم لي كومونتور نيجاتيف الله يهديهم وصافي. اخويا محمد امين حنا اون بزوان دي شونجي مع الناس كاملين. غير باش تعرف واحد الحاجه اللي كانت من ديما في لي لايف ديال البياض في المغرب المستوى غادي وكيطلع الحمد لله. الدراري في الاول راه كان بزاف ديال الناس كيتبلوكا وما كانوش فاهمين، مي دابا الحمد لله دوك لي مومون الحوايج اللي تيكونوا نيجاتيف راه قلال بزاف. بوندورو لا ديرني غوج ولا نوار ديال لو 11 بوان ايوب 11 ل 6 وي انا ولات كتصعب المأمورية لا ميسيون على الياس قديري. دونك حنا اون 6 عندنا واحد ان لاربيتر هو اللي دوموندا بوز
حكم معايا نتسناو عزيز حبيبتي يرجع الله ربي يضبك يا رب عليه الماتش ايوب ما ياخذ ام سي دي ريمونتادا دير ريمونتادا دونك بالنسبه للي ريزولطا ديال لي ماتش اللي دازو البارح عبد الرحيم بن دورو ربح بلابير كونتر جواد ثابت 13 12 طارق مساوي الياس قديري 13 7 ديال الياس قديري حسام شيكو حسام العمراني غزل 3 0 13 9 ديال حسام وعماد الحسيني خسر 13 8 مع عامر رياض اليوم عندنا الياس بن دورو لو ماتش كي اونكور من بعد عندنا حسام شيكو وعامر رياض وي حسام شيكو عامر رياض ماتش لايك يكون زوين وزوين بزاف نتسناو السي عزيز احربيل هو ولا السي عزيز احربيل اش وقف اربعه الناس ماشي اربعه الناس اش بغيت شحال وقف اربعه الناس و 636 دار اربعه الناس يا دابا نستغلوا هاد الوقيته هي حمزه بيان سور ندير واحد اطلاله على الياس قديري اللاعبين ديالنا بجوج الياس بيان سور هنا الياس كونسونطراسيون توتال ما كنظنش انها توتال بارسيال واش كونسونطراسيون بعدا فاش كان كيخمم من دورة هنايا اللي كنا لاعب خيجي عزيز وي تحية من دورو عزيز أحربيل زيدان كيرجع ابري اون بتيت بوز ما تعطلش علينا عزيز اخي لا لا ما تعطلش طيا خفنا نزربه دونك السكور عندنا 11-6 وصلنا للديساتيام فريم فيسوفين رفيق ما بارتيسيباش اخويا اعتذر ما قدرش يكون الباف مع تسعود دونك تم التعويض ديالو بعماد الحسيني خليل قالك شي عجبو بزاف يتفرج في الخبره والثبات مع الشغف والحماس اي اي شي على هذا اخي سي فري بالنسبه لهاد بالنسبه لهاد الكلمات اللي قلتيها اخي خليل ماشي قال لك الخبره والثبات الشغف والحماس بزاف نتفرج في الخبره والثبات في اللقاء مع الشغف والحماس قيّن قيّن هذوك اختار الكلمات الشغوفة نقيّن دونك عبد الرحيم بندور في لاكاس ديال ديسياتيام فريم كيطيح اون روج هنا وكيكونفيرمي لو شوا ديالو باندا ميليو الوغ نشوفو اخي حمزة هنا هاد الكونفيكوراسيون عندنا لي دو روج لي اغوش راهم طايحين بجوج هنا تحت بوحدهم هذيك اللي وسط الطبله طايحه في الميليو الفوقانيه طايحه الفوق على اليمين الاشكال اللي عنده في الحمراء اللي قريبه لي دو جون لتحت دغوات وي الوغ كنمشي لهذا بلا لا ما كاينش لونغل ما كاينش لا بغيت خو كنظن وغادي يخلي اون كوريكسيون مع لا جون الحمراء اللي حدا لانوار كوريكسيون مع لا جون حيت الا لعب كوريكسيون مع لا جون غيحيد الصفرا ما امباكتيش لا بوزيسيون ديال الحمراء او ميم طون غادي يخرج الاوفون ا غوش اكزاكتومون غيلعب ريترو ضريبه نقيم عندنا في الميم ميم تخو بيان جو عبد الرحيم ودابا هنا كنظن اي ني با اوبليجي يلعب بالحمراء اللي قريبه لنا على اليمين مور هادي يقد يمشي لهذيك الفوقانيه عادي يرجع لهذه اللي قريبه لينا هو اون غوبلاص صعيبه عنده سواء الحمراء سواء الكحله حيت الكحله كتبقى طايحه في الميليو اغوش وخا صعيبه اولا سيتو حيت الحمراء بجوج اللي قرابه ايوب عاد باش يطلع للحمراء الفوقانيه نشوفوا شنو غادي يدير ندورو كيطلع للفوق عرفتي علاش؟ علاش قلت حيد الحمراء بجوج؟ طلع الفوق ولكن طلع الفوق او ميم طون راه خرجت لي دابا هادي علاش قلت لك حيد هادو بجوج لحقاش لاغو بلاص الحمراء اللي بقات هي الاخرى التحتانيه غادا تكون قاصحه
اش كاين لي جون في تراجي وكنظن بندورو فكر باش انه يبقى لي دو روج بجوج يحاول يتغبلاص عليهم بجوج ويختار من بعد اللي بغا غبلاص ا2 وانا نشوفو لا غبلاص لانوار كي غادا تكون بلاص لانوار قاصحه صعيبه حيت تبقى اون شيفالي وي اون شيفالي وحتى لا روج بعيده على الدرو دي كو خصو ان كو فورسي شي شويه الوغ كيشوف عبد الرحيم بويسكو لونغ حتى هو صغير والكحله ديزا سولمون لتحت على اليمين ديزا ساميليو غيلعب كوريكسيون شوف غيلعب الكوريكسيون مع لا جون بلي كيعبر كوريكسيون باش يضرب في الباندا بلي في وتشغل بلاصه الكحله باش يطيحها لتحت على اليمين او لا لا تري بيان جو عبد الرحيم تري بيان جو عبد الرحيم اللي دلق الايوب اللي ابليك عبد الرحيم هنايا كيخرج تقيح بندورو لانواغ ديال الدوزيام لو دوزيام بوان بندورو عبد الرحيم دونك هنا ابروديسمون ديال البوبليك اللي حاضر في لاصال صراحه مثاليه سيري ديال 12 ديال الكبار يعني ديال المتعه اخي حمزه ياك وي وي لو فري سونس ديال هنا عبد الرحيم بندورو كيف ما قلنا دوينا على راسو عاوتاني تجيناش ندويو عليه انا افكر اذا انا موجود الوغ كاين الناس يقول لك فرق كبير وي الدراري فرق كبير هذه سي لا ديفيرونس بين ان جوور اللي مستوى ديالو كبير وان جوور اللي كنقولوا اماتور انترميديير لا لاحظتوا دي سوليوشن في الطبله تيبانوا لان جوور صعابين مي بور دوت راهم لعبوهم وعاودوهم وعاودوهم ولا واحد الاكسبيريونس واحد لا كونفيونس كتكون غزال قال لك ايوب دبر على فيديو شوف هاي غزال انا اليوم مع حمزه ثلاثه ديال الليل كنا 13 ولا 12 6 مي خاي تسافوت شفتي المتعه كيفاش ملي كتقرا الطبله وكتشوفها وكتوقعها وكيجي ان غون شامبيون وكيدير داكشي اللي كتوقع راه سي تان كتحس بالقشعريره لا منك بصح والله شي احساس واعر منين كتقول شي حاجه وكيابليكيها له فهمتي انا ميزابار انا شو با ترو زعما انستغرام ولا لعيبات مي منين كيطرى هاد اللعيبه هادي كيجيك واحد الاحساس زوين الوغ دابا حمزه واش الياس غادي ياخذ شي بوين ولا صافي سالينا كيبان ليا الياس نتلاقاو في التورنوا الجايه وصافي فينال اخويا مهدي اليوم ان شاء الله كلشي غادي يسهل اليوم فينال تكون ابخي لا ديمي فينال الثانيه لاحقاش لا ديمي فينال الثانيه غادي تكون لايف حسام شيكو عامر الرياض غيلعبوا ابخي هاد لي ماتش هذا او بريفيو 15 اور المهم الا سالينا دابا ولا من دابا شويه غاتكون لا دوزيام ديمي فينال جوبونس نخليوها 15 اور حمزه 15 نخليوها 15 بيل بوال حيت نقدروا نفوتوا 15 في هاد الديفي اذا كانت ريموطه ضد الياس وي كنبروفوكي الناس دابا اجي كلشي كومونتي شمن ريمونتا دابا فوالو شمن ريمونتا دابا تسولو تقول واش الياس غادي يرجع يقول لك يرجع للدار هذا عرفتي دوك الكومونتير قلت لك واش الياس غادي يرجع للديفي قلت لك غادي يرجع للدار مي حاجه حمزه باش زعما سي فري كو بندورو راه عنده المستوى مي راه لاحظوا دوك لي سي بوان اللي خدا الياس راه ما كانوش دي بوان اللي ساهلين وي راه واحد الحاجه زعما اللي كتبقى بوزيتيف نيمبورت كيل جوغ انه ياخذ 6 بوين كونتر ان شامبيون بحال بندورو سي فري من بعد خصو يلعب باش يربح مي كاينين دي تروك بوزيتيف كوم دي تروك نيجاتيف ورياضه البيار كتبقى واحد المنافسه اوجوردي بندورو الي ميور كوم بريفو هو اللي قضب انه يحسم لا فيكتوار والكاليفيكاسيون لا فينال الوغ هنا اخي حمزه ربما كان اسيستي ولا ديغنيير ربما الوغ عنده سوا يلعب الفوق على اليسار اولا غيلعب هذيك لي بلاصه ويحاول يخرج للصفره اللي الوسطانيه في دوك الفوقانيين في الميليو ادغوات شوفوا بندورو فين غادي يخرج لا بندورو قال باغي يخلي بيد غابي اللي هي اللي قريبه هي اللي كاينه اكوش حدا يدو حيت لانوا كاينه من جهتها اكزاكتو هنا فين خرج اخي خرج للميليو خرج الميليو خرج بارفي اي لعب غير طرو الاخرى في الميليو الاخر ميليو ادغوات ميليو اغوش ميليو ادغوات ميليو اغوش او فون تحت اليمن وغادي نقولو هارد لاك الياس قادي وما نساوش
غادي يكون معنا عبد الرحيم مولبي جوست ابخي في لي زانترفيو مع الياس. دونك لا نوار ديال الفريم، لا نوار ديال ديفي، ولا نوار ديال عبد الرحيم بندورو لا فينال. ونقولوا فيليستاسيون عبد الرحيم بندورو اللي كتمكن انه يربح هذا لو ديفي هذا. وبرافو برافو سي الياس، هارد لاك الياس قادري. دونك ميرسي بوكو لكاع الناس كانوا حاضرين معنا كيتفرجوا معنا في هذا لو ماتش هذا في لا دمي فينال. نتلاقاو من دابا شويه ان شاء الله، غايكون معكم ديال السي عبد الرحيم والبيت ان تي انترفيو بين لو دو جوغ. نتلاقاو في لا دوزيام دمي فينال عام الرياض حسام شيكو. شكرا لكم بزاف، ميرسي ايوب. نتلاقاو من دابا شويه وتبارك الله عليكم. بونجور لي زامي ومرحبا بالناس اللي عاد التحقوا بينا بيان سور. دونك كنرجع لكم اونكور اون فوا، مع لي دو جوار. هاد ما تفرجنا وشنا كاملين لو ديفي ديالهم، لا بروميير دومي فينال ولا بروميير سيسيون ديال لا جورني. دونك اليوم الياس تلاقيتي بان غران شامبيون تبارك الله. دونك اون بريستاسيون مانيفيك مع بندورو. يضحك الياس. اول حاجه كنحيي فيك هذا الروح ديال التحدي الياس. واخا عارف بان راه لاعب مع غران جوور كيتقاتل تيحاول يعطي كل ما في جهدو. السؤال شنو كي جاك بندورو، شنو ما الصعوبات اللي اللي واجهتي اليوم كونتر ان جوار بلو نيفو ديال عبد الرحيم؟ السلام عليكم. بعد تبارك الله على السي عبد الرحيم، لعب شي ديفي زوين. انا ما دخلتش نهائيا في الديفي نهائيا، من الاول حتى الاخر ما دخلتش، ما حسيتش كاع براسي تكونسونتريش مع لا طابل. ما تبروبوزاش عليا بزاف ديال لي زوبورتينيتي. وتبارك الله عبد الرحيم بندورو سالا تقريبا يعني ضرب بزاف ديال لي كاس فام لي ريبريز. تبروبوزاو عليه بزاف ديال لي كاس فام وقدر انه يساليهم. دونك لا تبارك الله عليك السي عبد الرحيم. وكان لي الشرف انني نكون مع الاربعه الاخرين في التورنوا، يعني باش تكون مع اسماء وزينه بحال عبد الرحيم، بحال عامر الرياض، بحال حسام العمراني، راه ماشي شي حاجه اللي سهله. حتى طريق المساوي البارح لعب بون ماتش ولعب بحال عبد الرحيم، راه ما تيخلي لكش دي زوبورتينيتي بزاف. في الاول ما كانش هو داخل في الديفي، هذيك هي الفرصه ديالي اللي كانت عندي باش انني نديماري مزيان، باش في الاخر هو ملي غادي يفيق غادي يلاه فهمتي الديفي غيولي مزير وغنبقاو غاديين مزيرين. انا ما استغليتش ديك الفرصه، كان تيعطيني فرص ما كنتش نستغلهم، وهو كيستاهل انه يربح. ميرسي الياس. و لازم قبل ما نمشي لبندورو هاد القضيه ديال ما تبروبوزاوش عليا نخليها لكم، مفاجاه. المهم الياس راه من بعد غيشرح لكم. خويا عبد الرحيم اليوم تبارك الله لعبتي مزيان بحال البارح، دونك لعبتي ضد الياس كما قال الياس، شنا ديفير، شنا بزاف ديال الحوايج زوينين. نقول نسولك على لو نيفو ديال الياس، و فيكو انت عندك بلوس ديكسبيريونس على الياس،
نطلب منك تعطيه نصيحه دي كونساي بوغ لافنيغ بيان سور. و السلام عليكم. كما شفتوا من بعد هذا الديفي بحال الهضره اللي قال الياس ديما الميكرو هيك الاخر ديما تيقول لك هز انا ندير بحال هكا باش يبقى لي حدا فمينيش مزيانه بروبوزات هو بزاف عليا. كما الهضره اللي قال الياس كلها معقوله سي نورمال. في الاول ما دخلتش انا من الديفي الاول درت فالطات كما قالت بروبوزو عليه شي مساليات وما كملهمش. وانا فراسك قالت بروبوزو باقي ما عرفتش خصني عرفها من بعد شنو هي. كما قال لكم اما شكون شي حاجه اللي شكل وصافي. ما دخلش هو كاع كاريمون في الماتش جاو دي زوبورتونيتي والو ما استفدتش منهم فيك ما عرفتش واش ما عرفتش نقول لكم كنتي ستريسي انت شويه لا علاش ما دخلتيش في الماتش شنو تبروبوز باش علي او قال لك ما مستريسيش وما دخلش في الماتش بقيت انا حاولت نبقى انني مكونسونطري و لي زوبورتينيتي من بعد ملي ولا كيعطيني الياس تيردني لاطابل تنحاول نستافد منهم. ما كتعرفش جوار بحال الياس بالنسبه لمؤخرا النيفو ديالو اللي ديفلوبا ماشي هو هذا النيفو اللي لعب به كاريمون في هاد الديفي هذا. وبحال اللي قلت لك جوار بحال الياس مؤخرا كيخصك ترد البال معاه ما كتحاول الماكسيموم ما تردوش لاطابل في اي لحظه يقدر يديماري يدخل في الماتش تولي تشوف ديفير تولي تشوف هادي غير اللي غادي مزير معاك كتولي شويه انت داك الساعه الثقه كتبدا تهرب. الوغ حاولت انني كاع لي زوبورتينيتي اللي تيجيو ما نحاول ما نردوش لاطابل باش نخليه بحال اللي قال ما يفيقش كاع ما يدخلش في الماتش. وبالنسبه لي كونساي ديالي انايا الحاجه اللي كانت كتعجبني في الاول كيدير هي باش اميليورا النيفا ديالو هي ديك كنا كنشوف لي فيديو ديال لي زونطريمون اللي تيدير يحاول يكمل هكاك. كنظن ان شويه مشى في الاتجاه ديال الخدمه اكثر كوتي انفلونسر وداكشي. شويه خصو يعطي حقه حتى لونطريمون داكشي يزيد يتريني اكثر. وبحال اللي قلنا راه نورمالمون لا ديوري اللي فين بدا هو دابا شحال دابا المده بالنسبه لهذا النيفو اللي ولا كيلعب فيه دابا راه تبارك الله عليه راه هو اميليورا. مي مازال شويه الخدمه ضروري خص شويه ديال الوقت وخص شويه الكونسونطراسيون شويه الخدمه. اي بون كوراج بوغ كلشي. ميرسي بوكو عبد الرحيم. ميرسي او سبيكتاتور. ميرسي عزيز احربي اللي كان في لاربيتراج. عطينا شي كلمه عزيز. مرحبا ما تسولنيش على لارينا عزيز. حضرتي كاع لي ديفي اربيتريتي ال 3 ديفي دابا. بغيت نسولك على لو نيفو ديال لي جوار و لي نيفو ديال لي انفلونسور اللي لعبوا في لو تورنوا وحتى لو كونسيبت ديال التورنوا كي جاك اخويا عزيز. ديما كنجاوب على السؤال الاخراني. لو كونسيبت ديال التورنوا صراحه ما حاجه جديده ما عمرها ما كانت صراحه و توب دي توب. نرجعوا للسؤال الاول هذه ديال كيفاش جاك النيفو ديال الانفلونسور ديالنا بروبوزا تحيه لعندنا البرابطي. دونك اش نقول لك بالنسبه للديفي ديال طارق المساوي وياسر قادري تبارك الله ديفي الياس قادري ماشي ياسر قادري ياسر خوه ياسر نضربك بالزيرو دابا غنضربك بالزيرو. المهم نضرب دوي معايا نضربك بالزيرو. المهم ديفي ديال الياس قادري وطارق المساوي تبارك الله كان ديفي زوين صراحه النيفو ديالهم غادي في تصاعد غادي في تقدم. وبالنسبه للنيفو ديال الدراري الاخرين راه ما يحتاجش نهضر عليه تبارك الله عبد الرحيم بن نورو ولا عامر ولا غزال ولا حسام شيكو
كاع الديفيات اللي دازوا الجو الثابت بيان سور ديفيات قاصحين واللعب ما غاديش نقدر نقول شي حاجه اخرى على 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 النيفو ديال الدراري الاخرين. دونك كنتمنى حد موفق اللعاب اللي غادي يلعبوا في الدومي فينال دابا. ولصاحبي ريفري عمر فريدو الديفي هذا غادي يكون ديفي ممتع ان شاء الله وما تزابيوش بقاو معنا. ميرسي عبد الرحيم. ميرسي عزيز. ميرسي ايوب. ميرسي عزيز احربير بيان سور عمر زكابوس. ميرسي حمزه كابوس. ابخي لو ديفي بيان سور غنعيط حتى على عمر يعطينا الكلمه ديالو. دونك السيد المخرج يقول لنا الوقت. تحيه لكم لي زامي ونتلاقاو من بعد شويه مع لا دوزيام دومي فينال. ميرسي الياس اي كوراج كوراج فيليسيتاسيون عبد الرحيم. ا توتالور لي زامي.